حبيت نذكره بموضوع اليوم. اليوم باش نحكيو على فما كما تعرف ليلى فما حاجة في المجتمع التونسي مش في المجتمع التونسي هي فقط لكن في المجتمعات الشرقية بصفة عامة وفي مختلف الثقافات بصفة عامة مشكل اسمه القضيب البينيس وحجم البينيس طوله اللي هو عضو الرجل عضو الذكري تاع الرجل وحجمه واللي يعتبر بالنسبة للغالبية مركز رئيسي في المخيلة الجنسية تاع الشخص هذاك ويبقى ديما فما إشكال أو جدل قائم بين معناها بين القوة والفحولة والقدرة الجنسية وحجم القضيب ديما مكس رجال يربطوا حجم القضيب بقوة والفحولة والقدرة الجنسية هذاك علاش اخترنا أن اليوم نحكيه في مردي سون تابو ولأول مرة نأكد لكم وألحق أنه أول مرة في إذاعة تونسية يحكيه على موضوع اسمه حجم القضيب وتأثيره في العلاقات الجنسية وأنا أول مرة باش نتريتي سوجي كيف هذا اون توكا انا قبل ما ندخل قلت لهشام يا هشام حق الحق نتاع ربي قولوا انت اليوم الموضوع شوف طن شوفوا طن مازال مجال التدخل ومجال التفسير قدامنا امامنا زاد معنا الاستاذ البروفيسور منصور قين نتمنى له الشفاء مسكين المفروض كان يكون معنا اليوم في الاستوديو لكن على الغالب اصابته وعكه صحيه صغيره ما خلتوش يلتحق بنا في الاستوديو لكن سيكون معنا عبر الهاتف ليمدنا زاد هو وينيرنا ب معلوماتهم الموضوع هذا ان شاء الله لاباس دكتور منصور دونك كل واحد جا دوره نحن الموضوع هذايا الجمعه هذايا بشوي بشوي الحاج بالحاجه اللي حاب نقولها للمستمعين كيك سوا رجال او نساء ما تحشموش كيفاش تحكيوا في الموضوع هذا بالعكس معناها موضوع مهم جدا موضوع مهم جدا تعرفوا علاش تعرفوا علاش لانه في الاخير باش يبان غالبيه الناس غالبيه الرجال باش يبانوا انهم غالطين في تفكيرهم وفي معتقداتهم حول حجم القضيب وتاثيره على العلاقه الجنسيه. وي اكزاكتومون دونك هذا موضوعنا حجم القضيب نقول فيها حجم القضيب دونك على 70 0 16 0 30 والا على 31 380 الف لي كومونتير نتاعكم على باج فيسبوك دو اي اف ام يلا تليفونات قاعده توا تشعل 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 تو دو سويت كوجا للموسيكا ونرجع لكم نسمو ذا بوليس روكسانا بعد عمرو ذيب الليله اخذوا معنا على احلى راديو اي اف ام مردي سون تابو اي اف ام احلى راديو احلى مستمعين في مردي سون تابو نتقابلوا في موعد جديد في مردي سون تابو حتى مردي ساعتين نتاع الصباح نحكيو اليوم على عندها حجم القضيب سوف تغادر الاستوديو وتترك هشام وكجة وعدنان وحدهم في الاستوديو ربي يستر شو شوية الكومنتير في الواقع برشا رجال يشعروا بالقلق من أن ينجم يكون حجم القضيب متاعهم أصغر مما معناها أصغر من اللازم أصغر من العادة وغالبية الرجال يطرحوا السؤال هذا على أنفسهم وتبقى ديما حجم القضيب عقدة الأولى متاع الرجل قدام زوجته أو قدام صديقته شريكته يعني اللي يمارس معها في العلاقة الجنسية فبالتالي ديما تلقاه سؤال أول بعد أو السؤال أول وقت العلاقة الجنسية اللي يطرحوا شريك لشريكته سافا تحس بيا هو الكبر باهي يقولوا
كبير يقول هكا كبير اي يقولوا الواقع 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 يعني باش يعرف باش يكون متاكد من روحه متاكد من روحه اكثر من ذلك. لكن مع ذلك ديما يبقى عقده وخاصه عقده خايبه لو الله لا يقدر الشريكه اذا كانت زوجه ولا مش زوجه تقول له شبيه هكا شبيه صغير هكا مش كيما نتاع فلان لا لا والله والله ما هذا انا فكر انك تبي بجد معك بجد لا راهو مهم جدا مهم جدا انت شايف زي ما تعرف شيء هذا يعني ما تقول لراجلها شبيه هكا مش لا 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 نحكيك على الشريكه مش مرات تقول لراجلها معناها لا لا مش لا نحكيو على شريكه عاديه مع صديقه لكن الزوجه ما تنجمش تقول الزوجه شبيه هكا حتى كان تعرف ولا عندها علاقات قبل ولا لغيره تسكت وكاو معناها تغذى باللي عندها معناها انه علاش قلت لك يسبب ينجم يسبب ازمه لك الشخص هذاك اش من اقتصاديه سبب ازمه ماليه اقتصاديه واحد لا نحكي على الشريك لما تكون شريكه ماشي زوجه لشريكها معناها لصديقه وتقول له شبيها كا ولا شبيه صغير ولا مش كيما نتاع فلان لا اكثر دا جون وقتها مسكين حكمت عليه بالاعدام المسبب طبعا والله مش طبعا بالسبب ليزي هو يكون معقد من الحكايه فتزيد تصب عليه فرد مره استنى الماء بارد وتفشلوا طيح له الهواء يا لطيف يا فالريزو يطيح ولي طايح الريزو ما عادش يقوم له قائمه دونك كما قلت فما الرجال ديما يعطيو أهمية كبيرة لحجم القضيب وفي الـ في الـ في المجتمعات الكل الشرقية خاصة يعني عند العرب والمسلمين فما ارتباط وثيق بين حجم القضيب والذكورة يعني الرجال يربطوا فحولاتهم وذكوراتهم بكبر القضيب معناه وكأنه ما لازم يكون عند المشداد عنده 3.5 متر باش يظهر هو راجل فهذا كله غلط ومن بعد نثبتوا نقول ثم شكون معطينا ايميل سونو خاطر اللقب بس هيك شويه ايميل بليتو كومنتير يقول انا عاني من المشكله هذه عمري 27 سنه عمري ما عملت علاقه جنسيه بسبب الحشمه من صغر القضيب ونخمم كيف نعرس ووليت معقد من الحاله نتاعي يعطيك الصحه اكزاكتومون السيد هذايا بارك الله فيه اللي شارك معنا وعطى رايه وحنا نحمد بينا كان برشا ناس كيف هو يعطي رايهم طنفتوا بعد اللي الكلام يقول فيه راه مش صحيح معناها لو كان تتذكروا الاسبوع الفارط في مادي سون تابو المكالمه اللي جاتنا من سيد نحكيه قال انا عندي مشكله مع حجم القضيب كان جاوبه سي منصور قال له راه غلط الكلام تقول فيه راك عفوا اذا برشا رجال عندهم مشكله هذه تخلف لهم حاجه اسمها نسميها شعور بالنقص وما خيبوا الحساس تاع الشعور بالنقص عند انسان وقت اللي تكون عنده حاجه معناها تقضي الحاجه معناها مش لازم واحد يحوس بسيف ويبدا يشد الهدود هو معناها بشد والله معناها هذا باش يمشي في مخاخهم الرجال هو هذا المشكل الكبير راهو فما سيده اي برشا طنجيو معناها بربي عدنان وطلب لنا سي منصور خليه يدخل حتى يسمعنا ال ايه. الحمد لله برشا نساء برشا نساء يمشي في بالهم زاد انه النشوه نتاعها والاشباه الجنسي نتاعها مرتبط بحجم قضيب الرجل وهذا غلط وكيما برشا رجال يمشي في بالهم انه معناها لما يشوف يمشي في بالهم هو تعرف السبب الرئيسي شنو هو لكن الافلام المسوده الملوده نتاع البورنو اللي يتفرجوا فيها لكن يشوف القضيب طوله 80 سنتي و 90 سنتي هو ناسي اللي ضاربينه بالفوتوشوب وضاربينه بالتريكاج ومزرقين له ونفخينه وعاملين له الواحد وحتى عمليه الفراغ كي تشوفوا الفرق وصار باكو حليب خارج معناها شيء هذاك كله تريكاج معناها كي تشوف حجم القذيفه في فيلم بورنو تقول هذا تنجم تدق به مسمار في حيط معناها ما كله كذب
كله كذب وكله تركاج وكله معناها صناعه سينماتوغرافيه باش يروجوا بها الافلام الاكثر الاقل. هذاك مش هذاك الواقع نتاع الجنس في العالم. واقع الجنس واقع القضيب راه حاجه اخرى. راه فما دينارم فما دراسات اثبت ليلى باش نحي حوايجها مش حوايجها انت واحد شو اسمها هذيك شو تسميها؟ شي حاجه بوليرو تلمون سخنت بالحشمه نتاعها. معناها نشوفوا بشويه بشويه لانه الكلام هذا كله غلط وانه الفحوله والرجوله معناها راه يا ولادي يا رجال راه الرجوليه والفحوله واللي تصوروا في بالكم هذا مش مرتبط بحجم القضيب اكثر ما هو مرتبط بمعاملتك انت للمراه وبطريقه ادائك للعمليه الجنسيه مع المراه وبطريقه الفن اللي تنجم تقدمه للمراه. ليلى توري فيها في حجم عادي نورمال هذاك معناه حاجه عاديه ما كي قلت توري فيها في حجم راه ساخت على الميكرو مش حاجه معناها ليش وقل قد الميكرو هذاك تسمى حاجه عاديه نورمال هذاك 8 سنتي نتصوروا كل جربيتك. إذن قلت نعود نرجع نقولها ونصيحة للرجال راهو الرجولية والفحولة ماهيش في الحجم القضيب. ساعات تلقى حجم قضيب طويل وواحد وفي الأخر يزفر الطول والنشارة الطول والخسارة كيسالوا النشارة يقولوا دونك البيبي فايدة في الرجولية والفحوله هي لما كيفاش تعامل شريكتك او زوجتك. الرجوليه والفحوله هي كيفاش تقيم علاقه جنسيه معها وتخليها وتشبهها جنسيا حتى ولو بعصفور صغير. الى تودان. اكزاكتو. اوكي دونك مازلنا معكم واصلين حتى الماضي ساعتين نتاع الصباح كي تسرحت صبا. حتى الماضي ساعتين نتاع الصباح في ماردي سون تابو نمشيو تو سويت نعطيكم ساعه نمرو تليفون على 70 016 030 والا على 31 380 1000 تو سويت نسمو كارلوس سانتانا ماريو بعدين مروان خوري حبي الاناني اخذوا معنا علي اف ام احلى راديو 100.6 اف ام احلى راديو احلى مستمعين في ماردي سون تابو. ماردي سون تابو اليوم نحكي يا هشام على حجم القضيب والتاثير على العلاقه الجنسيه كما بكري دي ما حبيش تقول هاني قاعد لا 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 هولي العلوين نرش لا 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 بس عادي ما انت زولي سافا با اليوم بربي حاجه اخرى معناها الناس اللي ما يعجبهاش الموضوع ولا تتقلق في الموضوع مش لازم تقعد تسمعنا تنجم تبدل الموجه تشوف اذا اخرى تسمعها من غير ما يطلبونا ويسبونا يعني هذه حاجه نصيحه بربي بارك الله فيكم. حبيت نقول قبل ما نمشيو ناخذوا سي منصور معنا على الهاتف حبيت نقول انه فما بعض الرجال يوصل بهم الحد الى التفكير في القيام ب معناها عمليه في زياده حجم القضيب وهذايا معناها خطر كبير معناها تشوفوا كان تشوفوا تحلوا الشاشات التلفزه الاجنبيه ولا القنوات الفضائيه تشوفوا هاك الببليسيتي اللي يعملوا فيها على الاقراص المطيله للقضيب والاباري معناها فما ماكينه يوريهم يقول لك هذا يطول في القضيب واقراص وحبوب وغيره مطيل القضيب هذا كله راهو خطا وراهو غلط وراهو يكذبوا على العباد راهو كيف شافوا الناس انه الشرقي والعربي بصفه عامه مهلوس بحاجه اسمها قضيب وطول قضيب لازم يقولوا حاجه باش يصرفوه فيها الفلوس ويشريوه في حكايات فارغه يشريوه في حبوب هو يشربها الحربوشه منها وكلها سي بون يبدا يستنى باش يطلع القضيب باش يزيد يتوال تلقاه مسكين ياخذ باكو ب 200 دينار 250 دينار ويستنى بعد الشهر كيوفا ما يشرب الباكو والمسطره في يده ويبدا يستنى القيس فما يشرب يزيد سنتي ولا مليليتر هو يمكن يشرب ما يعني الحكايه في المغرب يكذبوا فما الناس تستغل في السذاجه نتاع العرب ونتاع الشرقيين بصفه عامه وهلوستهم بطول القضيب في انهم يبيعوا لهم منتوجات معناها نتاع كذب منتوج ما عنده حتى معنى عباره واحد يشرب في الهواء فهذه معناها باش تفهم معناها الناس كيفاش لقات معناها شركات كبيره كيفاش لقات
معناها طريق لكسب الأموال من خلال سذاجة الرجل الشرقي. وهل وجدتوا مادام راهو الرجل الشرقي الحاجة الوحيدة الأكثر مقوفة مع الناس لا با دي تو، لكن النسبة كبيرة أنه يتباهى بالقضيب نتاعو وقت القاوة عندهما. فما حاجة أخرى مهمة نحب نقولها، قلت في الأول التدخل قبليك، قلت أنه عند برشا رجال فما حاجة اسمها الشعور بالنقص. هذية الشعور بالنقص ينجم يخلق لك الشخص ذاك ويضره، ينجم يضره من ناحية نفسية ويخلق له عقدة، فبالتالي تأثر عليه الحكاية هذية فتلقاه معناها تنجم تسبب له في أنه مثلا يولي يتجنب الزواج أو يتجنب إقامة علاقة جنسية، أو كنت تعرفوا أنه عنا في بعض الأماكن العمومية في النزل ولا في المقاهي ولا حتى في المحطات السفر الحافلة والحافلات أو القطار أو الطائرة، أكل عنا لتواليت بيبليك اللي بالواقفة، فتلقاه يخجل من أنه حتى باش يمشي ينقص الماء بالواقفة خوفا من أن يطلش عليه حد ويشوف ايه موجود، يمشي ديما الحاجة المغطية. معنى البيت تولى عقدة في حياته. هذا الناس برشا عباد عندهم العقدة هذه، والشيء هذا سبب له كما قلت لك بطول المدة سبب له أنه حتى يولي يتفادى أنه يمشي يقيم علاقة جنسية، يتفادى حتى أصلا الزواج والدخول في معناها علاقة جنسية عادية. معنا في تليفون هشام أستاذ منصور الفقي، مالوغوزمون كان نورمالمون يكون بحضنا لهنا حاضر معنا في الاستوديو، لكن مريض شوية إن شاء الله لاباس. بروفيسور منصور مساء الخير. مساء النور يا سيدي، شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟ مرحبا سي منصور، شنو لاباس؟ ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس. عايشك. ما نحبوش نتعبوك برشا استاذ منصور. لا تفضل. جي بخي خذيت دو كومبريمي دو كودايين دونك لاباس. اي بي ان شاء الله لاباس. استاذ منصور، اليوم معنا نحكيو بيان سور على تاثير الحجم العضو الذكري على العلاقه الجنسيه. في الحكايه هذه كما تو كان يحكي هشام على الحجم الكبير والحجم الصغير، انه ما فماش تاثير يعني بالنسبه الكبير ولا الصغير تاثير على العلاقه الجنسيه. والله اولا فيما يخص اعتداء الرجل ولا الذكر بطول القضيب، هذه حاجه يونيفرسال عالميا الرجال بكلهم، وهذا هو الفرق الكبير ما بين السكسواليتي نتاع الراجل والمرأة، أنه الراجل وقت يكتشف الحياة الجنسية نتاعه أنه فما هذاك الانتصاب لإريكسيون السامبوز، والمخ بيدو أنه وقت ما هو تعرف أنه في المخ نتاعنا فما إن ريبريزونتاسيون بوان بار بوان دو تو لو كور، معناتها فما هناك إن إيماج تصويرها في المخ مثل نقطة نقطة الجسم كله، مع أنه وقت تصير الإريكسيون أنه توقع تحوير بتاع هذيك الإيماج هذيك باش تدخل الريبريزونتاسيون بتاع القضيب أون إريكسيون، ولهذا مخ الراجل مشكلة مخ المرأة كونسيغنون لا ريبريزونتاسيون بتاع الجنس والحياة الجنسية بتاع الراجل في العالم كامل. أول ما تبدأ في الإيدنتيفيكاسيون متاع الراجل بارابور للبارتي جينيتال هذية والقضيب أساسيالمون اللي هو مش موجود عند المرأة، وهذاك علاش تكثر تلقاها وهذاش ندرسوا أنه الحياة الجنسية متاع الراجل تبدأ في الجينيتاليتي معناتها في الزرقان هكينا وبعد الريون فيغتو لو كور وبعد تشمل الجسم بكله، تنديك عند المرأة في الكونتخير تبدأ بالبيريفيري من الكور بكله وتوفى في الجينيتاليتي. وهذاك علاش في الكمبورتمون متاع المرأة والراجل كان توا تحط راجل وتحط له مرأة بجنبه أكثر رجال، والمرأة تقول له راه نجم نعمل كذا تحب أكثر رجال ديريك تبعه ما هزل هيدا ويحطها على الطبيب نتاعه ولا يشد لها راسها ويقربوا على خاطر لا سيكشواليتي نتاعو تبدا هكا. ولهذا ثم اهتمام خاص نتاع الرجال الكل
بارابور القضيب. وفما تساؤلات كبيره وهذه في العالم كامل موجوده. دونك اولا يلزمنا نقولوا انه جينيرالمون سي نورمال تلقى راجل كبير طوله 2 متر جسمه كله كبير مش معناتها القديم نتاعو 2 متر، اما نورمالمون عنده قديم اكثر من كلكا طوله متر و60 حسب الحجم نتاع البدن. اون جينيرال سي نورمال، فمه كبير، خشمه كبير، عينيه كبار، زاد كيف كيف. وهذاك علاش تلقانا في اسيا وفي جابون سبيسيالمون نلقاو اكثر عدد نتاع لا مويان نتاع طول القضيب اكثر من فما في الاوروب ولا في افريك ديور ولا في افريقيا السوداء. وكما قال سي هشام وين لامبورتونس، شنو هي قيمه هذه طول القضيب باغابور للعلاقه الجنسيه؟ والله هي اون جينيرال فما ان مينيموم. اولا لازم نفهموا المهبل، مالغري اللي انا ما نحبش كلمه المهبل هذه جايه من فعل هبل هبل ومهبل ماهيش انتريسونت بالكل. مي انفا جو لوتيليزي خاطر ما عنديش انا تروبون. المهبل فما كونش لو تيار اكسترن الربع ولا الثلث بالعربي. الثلث البرادي من المهبل اللي هو سونسيبل لا فيست احساس بالعلاج. لي دو تيار الدخلانين ما عندهمش سونسيبيليتي احساس بوان بار بوان كيما لو تيار اكسترن. واكثر ستيمولاسيون نتاع القضيب بالنسبه للمهبل هي في التيار اكسترن، هذا البوان الاول. دونك طالب. وحاجه اخرى ما ننساوش ان المهبل ماهوش هكا راهو غار، اللي با فليكسيبل، اللي فليكسيبل وينطبق ويطبق وجينيرالمون ماهوش محلول. معناتها كان جاء محلول عند المراه نهار كامل حالها وقت تمشي فما مشكله نتاع هو يدخل ويفرش. ولهذا هو يبدا مسكر، ولهذا اي عضو تخلي فيه نورمالمون فما التصاق لي باروا اوتور دو 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 سو قضيب ولا سو بينيس اون ايريكسيون. دونك شيلزم لو مينيموم، لو مينيموم سا دو تورني ما بين 6 و 9 سنتيمتر. داكوغ. الباقي اسكو الباقي نجمو فما تو مثلا كانك تعمل ان تيست وعملوها ديجا قبل وتو نرجعوا للعمليه اللي قال عليها الدكتور هشام، انه فما عباد اكثرهم الراجل يسيدونتيفي للقضيب نتاعو ماذا بيه سورتو وقت تشوف الافلام تو في انترنت وكل شيء وانكور اون فوا كما قال هشام يا اخي كاين ممثلين يختاروهم ان القضيب نتاعو اكبر من لاموين، كيما عباد عندها روس اكبر من لاموين. برا شوفوا انت في حياته الجنسيه شنو المشاكل اللي عنده. سي سور سا لي بيرمي دو غاني سا في، مي سا فريان دي زاد بارفوا العملاق هكا طوله زوز متر وقداش زاد يلقاني سا في بالطريقه هذيك فهمت. دونك ما هيش اوبليغاتوارمون حاجه بها، مي بور لي فيلم بورنو يستعملوها. دونك شنو نحب نقول هذا ملخص باغابور للبارتي هذه، انه الطول فما ان مينيموم ما بين 6 9 سنتيمتر على تا دو فلاسيديتي، معناتها بلوتو اون اريكسيون. معناتها في الانتصاب. ينجم يكون اقل على خاطر فما لو فاكتور ملتيبليكاتور، فما دي بينيس تقع مثلا جو برون ان شيفر 15 سنتيمتر فلاسيد وقت يبدا اون اريكسيون ولي 17 معناتها فاكتور صغير ملتيبليكاتور. وفما عباد تلقاه الى 8 سنتيمتر ولا 6 سنتيمتر ماهوش اون اريكسيون، وقت يبدا اون اريكسيون يش ملتيبلي بار 2 يولي 12 و 13 و 14. دونك الطول نتاع القضيب وقت يبدا ماهوش منتصب ما ينجمش يقول لنا على التاي فينال نتاعو وقت يبدا منتصب، ولهذا يلزمنا نقيسوه في عمليه الانتصاب. هذه الاول. ثانيا احنا نحكيو على الطول وما نحكيوش على الديامتر. لو ديامتر لي امبورتون اوسي، معناتها الخشن نتاع البينيس. على خاطر تصير انه بارفوا العباد تتشكى بلوتو المراه اكثر تتشكى ان يبدا القضيب انه ستيميل با لي باروا. فهمت ولا؟ مي المشاكل هذه بكلها هي مشاكل بلوس دابيليتي ايروتيك دو امكانيات وثقافه جنسيه وابيليتي، ما نعرفش بالعربي شنو هي.
habilité. اي معناتها كيما كومبيتونس مي اقل من الكومبيتونس ايروتيك بوكو بلوس كو كيسيون دو تاي. سوسي ايتان دي قلت لك بكري في اليابان انه وقت صارت اول عمليات نتاع تطويل القضيب هذه، اولا كما قال في هشام ما فما حتى دواء موجود في العالم ينجم يطول القضيب، مستحيل ماهيش موجوده. ولهذا نصيروا الادويه اوسي بيان الادويه اللي يقولوا عليها جايبينها من الصين ومن غيره، في الادويه نتاع الشعوذه نتاعنا الثقافيه كسهم النعام والامور هذيك اللي يبيعوا فيها في الاسواق، دونك نساوها. فما عمليه برك وحيده هي عملها الدكتور إيروين جولشتين دو لونيفرسيتي دو بوسطن، في بوسطن يونيفرسيتي ليكول دو ميديسين دو لونيفرسيتي دو بوسطن، انه وقت تقيس القضيب تقيسه بالطرف حتى توصل، وقت توصل العظمه نتاع البيبيس، وغاديك فما ليغامون يتسمى لو ليغامون سوسبونسور طوله 2.5 سنتيمتر انفيرون. شو يعمل إيروين جولشتين؟ انه يقصه داكود وقت تشد يقصوا معناتها نربحوا في الطول، مش معناتها يطول البنيس، يوخر الليجامون تالي. اولا الطول هذا ما يصلح كل شيء الواحد يحب يقيس، اما سان شونج ديان بارابور للعلاقه الجنسيه بها. هذه اولا. ثانيا برشا عباد عملوا العمليه طولوا بسنتيمتر وزوج سنتيمتر وصلوا حتى زوج سنتيمتر ادمي. مشكله خاطر في زوج سنتيمتر ونص انفيرون ما هو تعرف الاناتومي ما هيش العباد كلها كيف كيف. فما عباد 2 سنتيمتر وقت تقص الليجامون هذاك كومبليتمون يولي سكون ابل ان بينيس بالون. شنو معناتها؟ بينيس يعمل كيما لي زيفي دو مونت 360 دوغري ولور دو لا بينيتراسيون في العلاج البينيس يمشي لجهه والراجل يمشي لجهه ويكوز بوكو دو بروبليم. هذه المشكله اللي قلناها. نشوفوا انه في بوسطن ويعملها إيروين جولشتين العمليه هذه قات رواج كبير بالنسبه للاسوي للازياتيك. خاطر ما تفهموا الازياتيك جينيرال مقصار والبينيس نتاعهم قصير، وبما انهم موجودين في امريكا يقارنوا معهم هما والبيض الامريكان او الاصفان الامريكان، سي نورمال هما صغار. وكما قال الدكتور هشام توتالور في لي سال دو سبور العباد كلها تقعد تقيس في بعضها بالعينين، سورتو في امريكا من عادات لي سال دو سبور انه العباد يحوسوا من غير بش. دونك هما جاهم كومبليكس وعملوا العمليات هذيك، وفي العشر سنين الاخرانيين العمليه هذه كثرت برشا في اليابان. في اليابان وفي البلدان الاسيويه، اما بالنسبه للشيء يربحوا منها ما يربحوش منها جران شوز، يا با جران شوز. هذا بالنسبه لطول البينيس مثلا هو في عمر في والعمليه هذه زاد عمل الدكتور ميشيل شومان في باريس زاد الى في تري تري بيان ويعملها كورامون على خاطر سي سبيسياليزي في العمليه هذه. وسي سور العمليه هذه راهو عندنا ديزيرولوج تونيزيان وفي تونس تبكر عليهم ينجموا يعملوها، اما الشيء يربح منها الشخص ما يربح منها حد شيء الا كانوا يحب يعمل كونكور شكون يقيسوا طول القضيب عنده بارابور للعباد الاخرين. هذا لو سان في العلاقه الجنسيه عنده احترام. كونسيرنون الخشن نتاع القضيب وصلت عمليات توا يعملوا فيها في امريكا وفي اوروبا. شفتوا ما مرة في عاملين روبورتاج كامل ما دوكيومونتير كامل على الحكايه هذيا في فرنسا استاذ منصور. اي تو تافي هو البروفيسور ميشيل شومان وبعض تيدي عمار ويا دو تخوا شيرجيان، مي لو برومي بارمي او سي ميشيل شومان سبيسياليزي في لا شيرجي استيتيك دو بينيس. دونك شو ياخذوا؟ ياخذوا الشحم من الكرش ويلانجكت تحت الجلده، ولهذا وقت تبدا اون اليكسيون بريمو يسو ريزورب يتشرب بالشحم هذاك ويزمك ترجع طول لي سي موا ولا قداش ما عنديش الشيفر اكزاكت، وسكوندو سا ما شونج ابسوليمون ريان. ولهذا ملخص انه سوسي طوندي هذا للماجوريتي نتاع العباد، اما ثم عباد عندهم امبينيس اقل من 6 سنتيمتر. هذه مشكله بالحق. مشكله هذه مشكله. مشكله انت تخيل واحد 6 سنتيمتر ويصير فيه تبدا كرشه كبيره شويه مابقاش يخلط.
دونك مشكلة في العلاقة الجنسية بغض النظر على لابارتنير كيس كيل بونس و كيس كيل بونس با. وهذه المشكلة يحاولوا باش يرجلوها بالعملية اللي قلت لك عليها مع دكتور إروين جولشتين، مش هو بالذات خاطر هو اللي خلقها، متوا برشا أطباء في كل أنحاء العالم يقوموا بها. لكنه شنو الامباكت في العلاقة الزوجية مع المرأة؟ هذي أستاذ منصور نخليوها لمبعد باش ننجموا أكثر نعملوا كونتوني داكوردو ومن طن سي منصور مانا خمم باش نحكيو شوية على la maladie de Peyronie. D'accord, c'est Mansour, donc tu es avec nous, après nous parlons, et tu entends un peu le modèle, c'est ça, tu as pensé à le modèle, parlons. Je te dis bonjour, c'est Mansour, et à tous. Nous allons tout de suite, après nous allons parler de Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Fit So Good, tu es avec nous à l'IFM, 100.6. Sans tabou. اي اف ام احلى راديو احلى مستمعين في مهدي سانتابو. نرجو الموضوعنا اليوم، الموضوع اللي بالحق عمل ضجه، توا نحس انه عمل ضجه كبيره، ميسيرش سي بيان، على خاطر هذه هي فعلا الثقافه الجنسيه، سي فري، اللي نحبوا عليها واللي نحبوا ندرسوها لاولادنا ويعرفوا اولادنا بالحق شنو هو الجسم نتاعهم، منين متكون، شنو هي الحياه الجنسيه، راهي عندها قيمه كبيره كبيره. راهو كي نحكيو هكايا راهو بعد دراسه كبيره انه عملها دكتور هشام وعملها اوسي بروفيسور منصور الفقيه، ما ظهرليش كان هما ناس معناتهم هكا نحبوا نضحكوا ولا نحبوا نقولوا لا با دو تو، سي لا كولتور جينيرال بارمي لا كولتور، معناتها هي الثقافه الجنسيه. الضحك احنا باش نحاولوا اكزاكتومون نبيز بيه اكزاكتومون. انا الحاجه اللي ما فهمتهاش انه دراسه الثقافه الجنسيه تكون عند بعض التوانسه، ما نقولش الناس الكل خاطر مغدي سون تابو، في اوديمات قويه 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 بالحق، اوديماتي انا ساعات نتعجب فيها انه برشا ناس حتى عمرها ما كانت تسمع في الراديو دي بوشا اوغي انها وصلت انه العباد الكل تقول لبعضها، اللي العباد الكل ولات تسمع في مغدي سون تابو. هذا شيء يشرفنا الحمد لله، شيء يفرحنا انه الناس بالحق تكلم حتى بعد في ليكوليس يقولنا برافو برافو برافو، فريمون جرأة عندكم انكم وصلتوا تحكيوا في الحكايات هذوما، ميرسي بور تو الموند بالحق، خاطر وقت اللي تقولنا هكا نحن نزيدوا، راهو سي فغي راهو قاعدين نقريو في الناس، مش انا بيان سور، انا لهنا كان قاعده يعني كي الرئيس نتاع الواحد، لكن دكتور هشام واستاذ منصور الفقيه، دونك ماذا بينا انا بالحق نفهموا اجسادنا، نفهموا رواحنا، احنا باش نجموا نفهموا الغير، باش نجموا نفهموا بلادنا، وباش نجموا نفهموا المجتمع نتاعنا. دونك هذا الميساج اللي حبيت نوصله للساده المستمعين، يعني ثم اطراف معينه انه ما يعجبهمش السوجي، اوكي سون بروبليم، تنجم تدور تبدل فلسه، فما هذا مشكل، وفما ناس بالحق توا انا قاعده نشوف في لي كومنتير، فما ناس عمرهم ما سمعونا معناتها جميع، توا قاعدين مركحين على الاي اف ام، توا حليل اي اف ام الناس الكل قاعده تسمع، فما شكون بعثوا لي قال توا حاطين راهو صحاب كاملين قاعدين يسمعوا، دي جون قاعدين يسمعوا، عباد كبار معرسين، فما شكون شي عاص وقاعدين يسمعوا، اي ميرسي بور تو الموند، ميرسي ليكم اللي قاعدين تطرحوا في موضوع كيما هكا. اكزاكتومون. الاذاعه التونسيه. اكزاكتومون. وسي با فاسيل راه باش نطرحنا الموضوع هذا بعد قعدات وقعدات وحكينا عليه وحكينا وحكينا وحكينا، ايا نقولوا الي اون فونس، دونك باش نحكيوه واللي باش يعمل مليح. ماذا بينا؟ هو ربي يعمل كلمه مليحه. الثقافه الجنسيه من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم موجوده. ماناش قاعدين باش نعلموا العباد الفساد ولا نديروا فيهم الفساد. فمرجال انتحرت يا هشام على خاطر الحكايه هذه فوالا اللي انه مرته عايرته بيه. اكزاكتومون. ثم بطل ما حبش يعرس على الحكايه هذه، فما ناس حياتها الكل عادتها كومبلكسي، فما صغار معقدين من الحكايه هذه، دونك ماذا بينا نفركوا رمينا ونطرحوا الموضوع. والله انت جبت على الصغار توا، انا قداش من مره في المكتب عندي تجيني ام ولدها مازال عمره 3 سنين، مش حاله مش اثنين، 3 سنين، وتجي تقول لي راهو ولدي القضيب نتاعو راهو نحسو صغير. معناها تصور ملي 3 سنين مازال ما كملش، مازال كنسلبوه اللوم على ولدي القضيب نتاعو طويل. ما دخلت في حالة هستيريا في جدة. اكزاكتومون. هي فوالا. فما كومنتير بربي عجبني ليلى حب نقراه. سي صديقنا مختار الكحلاوي يقول السلام عليكم. انسان قد ما يعيش يتعلم، دكتور يفسر كانه يداعب في جمهور بكلامه. مي الحمد لله الموضوع جاء موضوع كيما هذا يتعدى في الليل، معناتها صغار يكون ورقته.
نشكرك دكتور هشام على التوضيح، لكن لا حياء في الدين. اما سامحني، امرها المراه اللي تجي راجلها وتقول له اش بيه مش كيما الاخرين، انا سي مختار راني وكنت وضحت في كلامي كي تكلمت، قلت له مش المراه راجلها تقول راهي شريكه معناها صديقه لصديقها، معناها معناها قاموا علاقه جنسيه خارج اطار الزواج ماهمش متزوجين. مستحيل كم شرق مرات تجي تقول زوجها هكا ولا حاجه، خاطر معناها ما جيش مش معقول. لكن في كلامك كل عجبني انك فهمت الطريقه اللي نحكيو بها مع الناس، كيف قلت ان نحكيو ونفصلوا كاننا ندعبوا في جمهور بكلامنا. وهذا هو فعلا، هذا هو فعلا، احنا نحبوا نداعبوا الناس الساده المستمعين بكلامنا بكلمه حلوه بضحكه بتفرهيده باش نحاولوا نكونوا اكثر معناها افاده لهم. وي اكزاكتومون هشام، دونك هذاك هو نحن الهدف نتاعنا اليوم، وان شاء الله ديما نطرحوا مواضيع هذيا نحكي اذا كان مش موجوده معناتها في المدارس ما نساش تلقاها فيها فيه مش مشكل. ولا وعجبني زاد هذاك السيد قال لي الحكايه، قال انا نعاني من المشكله هذه عندي 27 سنة، يعاود يرجع من بعد. معناها كنت نتذكر كنت نحكي أنا على حكاية العقدة في الحال معناها الأماكن العمومية، يتذكر قال صحيح إي نعم أنا زادة كيف ندخل الحمام عمومي، يعني معناها بطريقة عمومية ونسكر الباب على روحي، عمري ما نمشي معناها اللي بالواقفة لأنه يخاف ويحكي يشوفه. إي فوالا 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 فوالا، دونك هكايا وصلنا جينا وجهي الحامدي ستي سون تابو. إي فهم أحلى راديو أحلى مستمعين في مردي سون تابو، مردي سون تابو. اليوم نتناولوا موضوع هشام حجم القضيب ودوره في العلاقة الجنسية. برسمك اليوم باش نتناولوا موضوع شنو ليلى؟ حجم القضيب وعلاقته بالعلاقته بالعلاقة علاقته بالعلاقة علاقته بالعلاقة. دونك نمشيو تو دوسيت هشام للتليفون معنا مدام بسمة. عسلامة مدام بسمة. مدام بسمة تسمع فيا؟ الو 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 بسمة. بون نتعدي للتليفون الثاني جو كوا نو. اه بسمة وينك يا بسمة، وينك يا بسمة يا ديك ربي يا بسمة. مدام ليلى. نعم لاباس مدام ليلى. ايه سافا سافا اه سافا 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 سافا. وانتي سافا لاباس عليك؟ الحمد لله عايشة. الحمد لله. بغيت نحكي مع الدكتور هشام. اي تفضل. بلي انا جيسي ديفورسي، اما معناتها مطلقه فهمت انا عندي. بس ما نش نسمع فيك بس ما. الو نعاودو نكلموك بس ما ونرجعوك مره اخرى. بس ما بس ما لا نسمع فيها نسمع بس ما تكلم اما نتكلم. اي سافا محب التح وي نسمعوا فيك. الو وي نسمعوا فيك، تسمع فينا ولا لا؟ اي نسمع فيكم. اي حتى نحن نسمعوا فيك يا بس ما تفضل. قلت لك نحكي مع الدكتور. اي انت مطلقه؟ اي وعندي انا ني يعني توا معناتها معناتها عندك صاحبك تعمل معاه علاقات جنسيه اي؟ لكن مش كيما معناتها كيما كنت مع راجلي هو كيما تحكي انت معناتها بقى في بيتها وما نتمتعش معاه جنسيا فهمت؟ صاحبك؟ اه. انت هنا المشكل نتاع برشا نساء يعملوه انها لما تكون مثلا نقولوا امراه مطلقه والا فتاه معناها عندها علاقه جنسيه مع تحب تعمل علاقه جنسيه خارج اطار الزواج، فلما تقوم بعلاقه جنسيه عمرك ما يلزمك تعمل مقارنه بين طول هذا وطول الاخر، انه كل شخص عنده شخصيته، كل شخص عنده معناها طبيعته. كيما انت شفت كيما القضيب عند الرجل هو نفس الشيء بالنسبه للمهبل عند المراه، كل المراه ونوعية المهبل نتاعها كيما كل رجل ونوعية القضيب نتاعه. يعني انا سيكسيوال ما تمتعش معاه. تعرف علاش سيكسيوال ما تمتعش معاه؟ خاطرك انت حطيت في مخك دي سيكسيوال ما تمتعش معاه باعتبار عملت مقارنه مع الشيء اللي كنت مع المطعم اللي كنت تعيش فيها قبل. ايه خاطر مع راجلي في معناتها معناها ما حاولش تتاقلم مع الظرف الجديد اللي انت فيه، قعدت معناها ترقد. هو اذا قلت هو يتكيف اما معناتها دورك معناتها التكييف نتاعو هذاك يضره في السكس معناها باش ينقص في الطول.
ما عنده حتى دخل خيتي ما الدخان ما عنده حتى دخل الدخان عنده دخل إذا يتكيف برشا باش يعمل له مشاكل نعم يتكيف زتلة زتلة بوكي استنى فيهم قدام جاو من تالي شوف ما عنده حتى دخل الزتلة في الطول وفي العرض وفي الواحد ربما عنده دخل شوية في الاكسيتاسيون ما عنده دخل كثير كيفاش ما عنده دخل ما يأثرش على السكس ما يأثرش على السكس على المعنى الشكل الطول والواحد ما يأثرش عليه ربما يأثر إذا يداوم ويكون مدمن عليه يأثر على نوعية العملية الجنسية أو ربما يأثر يداوم عليها شوية أي ويأثر ربما يأثر من بعد يعمل اضطراب مثلا جنسي كما نقولوا عدم القدرة على الانتساب أو قذف سريع أو غيره وغيره فهمت عنده عدم القدره على الانتساب اي دونك اثر من ناحيه عدم القدره على الانتساب لكن ما عنده حتى دخل في الطول وفي العظم ما ينجمش ياثر الزتلة من ناحيه عدم القدره على الانتساب ينجم ياثر الدخان والمخدرات على الذي فهمت اما نصيحتي نوسع هو حشم بشي تنبقى هو عنده مشكله الحجم الكبير معناتها اكثر من اللازم قال لي ثمش بوسيبيليتي نعمل عمليه ننقص فيها أمي توحمت بيا على حسان وشنية توحمت على حسان أمه شنية والله عقد الراجل يقرب لي مثالي مسكين ديما يحكي معايا قال لي ضيع فيك مشنعتها أنت ضيع فيك مشنعتهم الجماعة ليه يا شيخ ايه يا شيخ ايه بقى يا شيخة اسمعني هذا اللي يكون منك نعمل عملية اللي يكون منك وأم متوحمة على حسان تسمع فيها تسمع ما نجموش نلقاو له حتى حل غير الحاجة هذيك خارج تونس قال له أمه حية ولا ميتة حشيك قال لي امو حايا قال لي مسكين قال لي انا تي الماما انت نلبس السكليزم باش نغطي مش نلبس السكليزم مش بس الواد عربي قندليس عربي وكاو شنو مش قال لي باش نمشي نرقد معاها قال لي من تغرب تخاف مني انت ريتو مريتي سينا انا مش مزود عليك انت باش قاعد يفلم عليك شو هو يحكي لي سينا اسمه يحكي لي كان يكذب يا اخي والله هي دي موجودة راه في تونس لا موجود اسمع احجام كبيرة موجودة في العالم اجمع كيما في تونس موجودة اكثر من لازم راه مش معناتها اكثر من لازم ما نعرفش انا كنت تقول اكثر من لازم معناها شنو ما تراك اكثر مش كيما كان يحكي دكتور منصور قداش هكاك من العادة فما موجودة الحكاية قداش اعطيني بلا اعطيني اسمعني اقعد معنا وسي منصور باش يجاوبك اقعد معنا بيه اوكي نمشو تليفون الثاني ميرسي بس ما سي منصور معنا سي منصور وي تفضل سي منصور خويا دختنا اليوم حق الدار اولا موجود افكتيفمون مي ستاتيستيكمون قليلة برشا هذه اولا ثانيا شنو هي المشكلة نتاعه انه المرأة اللي قدامه تتفجع اي تتفجع بكثرة خاطر هو عنده القضيب نتاعو كبير برشا مي كان الباس على بخاتيك ماهيش باش تتفجع انت ما ابريسي معناتها شنو هو الانكونفينيون نتاع قضيب كبير انه وقت تبدا اكستريمومون كبير بالحق مشكله انه الفاجا ينجم كبار شويه ما ينجمش كبار 40 سنتيمتر 35 سنتيمتر دونك المرأة تولي توجعها عشان هو هكا قال يقول هكا الدكتور اي ولهذا مثلا المرأة توجعها افكتيفمون وعلى طويل وعلى طويل على طويل وهذا لاحظناه في النساء لي فام بلانش دو راس بلانش ياخذوا اللي هما من تاي موين اوروبا وياخذوا دافريكان من افريقيا والدلتا الكبار يلقاو عندهم الانسيدونس معناتها لو نومبر دو نوفو كا دو كونسير دو كول اكثر من عند الاخرين
علاش؟ مش على خاطر القضيب الكبير في وسط فيروس ولا حاجة قدو، خاطر يبدأ قضيب كبير يبدأ يضرب وقت اللي يدخل يضرب في الكل كل دي فيروس ويعمل الميكرو تروماتيزم. والميكرو تروماتيزم هكينا يفون دي ليزيون ونجمو يعملوا يردوها كانسر. مثلاً بالنسبة للأخ اللي عندكم يقول له يسيف يسيف يمشي بشوية وما يحاولش يدخل بكله على غالب هذاك هي ما فماش حل آخر من جموش ليقصوا بكم هو حب ينقصوا فيه سي منصور جماعة لا ما ينجمش ما ينجمش ما ينجمش المشكلة متاعه أكثر من الدرقة في الفريق المشكل الكبير أصلا هو أنه أمه تحمد على حصان هذاك المشكل اللي لين الأساس لا ما ليش كان تحمد على حصان أبوه ديجا حصان ما نطلب وي بسمع وي اسمعني ايش نقول لك صدقني والله نحكي لك فيه صدق ما ليش نكذب عليك فهمناك يا بسمة مصدقينك ورسختي مصدقينك ما هي ما تحلف ما هي شيء مش عمره 30 ولا 40 سنة عمره 57 سنة زين ما فماش علاقة مع العمر ما فماش علاقة مع العمر يا مدام اي باغي يقول لك مثلا مش كما واحد في 30 في 40 في 40 في 50 لا لا هو مش بيقول لا ما يطولش ويقصر سنون لاش فهمت اي معناتها قال لي عندي رغبة في الجنس مش نورمال قال لي مانيش عادي جنية سبعة وخمسين سنة يحب قال لي يومين ما ربيع اكلي معناتها جسي لاموغ دو تخوا فوا كتخوا انا نتصوروا السيد السيد هذايا بسمة عارفك انت مطلقه وقاك مطلقه قدامه في ثنيه لا ولا لا 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 قاعد يغري فيك لا والله لا والله ما صار بيناتنا حسن وبستناني وبرا قسما بالله ما يخرج لي وما نتوقفناني لا 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 مش حكيت مطلقه عنده هو مرته عنده 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 ما قد قبل يرمي انا العقل الحكيم ربي معاه ربي معاه ربي معاه وكو إذا ما خمسة سنين معناتها تشيل نقص فيه خيتي ب 57 سنة تو حاب ينقص فيه هو بعد 57 سنة هو يحب هو عارف زين حياته حتى 80 سنة الراجل يحب على السكس ايش المشكل ما مش معناها حاجة عيب باش اللي يحب على السكس هو رجل ما أي إنسان يحب على السكس وبرضه ما تحب معناتها ما تحبش يقعد معاه يطلق وياخذك أنت ايش المشكل شو خلني خلاص انا هكا سنين طب يقتلني واه واه فرناتني يا الشم يقعد تشوفني تغرب ايه شي علاش يشوفه تغرب اسمع حتى كان يكون كما كان يفسر لك منصور هذا يمشي واحده واحده قال لك معناها مش لازم العلاج كامل مش عادي مش نورمال والله العظيم يحكي حالك مش نورمال والله موجود الشيء هذاك في تونس عامة ما احنا ما نحكيش عليه موجودين ما يحكيش عليه حكايه ميرسي انت على التيمونيز بسمة ميرسي بسمة يعطيك الصحة مرحبا بك لله نمشي تو دو تليفون ثاني معنا مراد في التليفون عسلامة مراد الو عسلامة ليلى مرحبا بك خويا شو اخبارك لاباس يا عايشك ربي فضلك والله شوف انا حبيت نتدخل في الحكاية هذه تويكا انا والله ما عنديش انا كلمتك البارح انا مسيو خبرة متاع البارح اي مرحبا انت ما عندوش في الحكايه هذه انا ما عنديش مشكل انا معرس وكما قلت لك البارح وعندي زوج صغار فهمتني واموري مريقله ما عندي حتى مشكل لكن حبيت ندخل والله نذكر انا دكتور هشام معناتها موضوع حساس ياسر ياسر ممكن برشا عباد تبدا تضحك وكذا لكن هو بحق مقلق برشا ناس برشا ناس مقلقهم في الحكايه هذه ونشكركم على الموضوع هذا برشا 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 اللي هو موضوع حساس ياسر ونورمالمون الانسان كي يتكلم فيه شويه سيريو انت بالحق فما ناس متقلقه برشا وخيان متقلقين من الحكايه هذه كما السيد اللي عمره 27 سنه وكلمكم وعنده مشكله من الحكايه هذه انا والله ننصح برشا رجال وهي ساعة قبل كل شيء قبل ما نفوتكم بالكلام هي عندها علاقة كبيرة في نجاح العلاقة الجوزية فهمتني معناتها مربوطة بالحكاية هذه فهمتني دي حاجة كبيرة برشا أنا ننصح برشا رجال اللي عندهم كامل حكاية هذه إذا كانوا متكيفوا نقصوا من الدخان ولا ينحي الدخان جملة شوية انترينمون صباح بكري باهي كل انترين عبارة على فايفيرينج ينقص
بساقيه شويه بسكليت اللي يرقد على ظهره ويعمل بسكليت راهي يخفف يتولع بروحه شويه يخفف كل يوم نص ساعه في حكايه كيف انا هكا بقدره ربي ان شاء الله لاباس واموره مريقله وسانك سانك فهمتني وهي ديما في الحكايه هذه راهو يحكيوا على مثلا طول القضيب والكبر وكذا ويبدا يتباهى ومن عارف شنو هي ديما خير الامور اوسطها راهو فهمتني اذا كان حاجه كبيره برشا راهي تقلقوا نفسانيا واذا كان حاجه صغيره برشا راهي تقلقوا نفسانيا دونك تبدا الحكايه معناتها خير الامور اوسطها يبدا هو عايش مرتاح وكوبلوي عايش معاه مرتاح أموره مريقلة وبقدرة ربي لباس فهمت بون أنا حبيت ندخل أنا اليوم أنا البارح دخلت وحكينا في حكايات لكن أنا اليوم حبيت الموضوع كبير برشا صورت ماهيش فما ناس باش تشارك قلت بون أنا نشارك علاش كبير برشا علاش بك تقول في موضوع كبير برشا موضوع عادي مهم ياسر لا ثم حاجة مراد بلكشي بلكشي ما نعرفش حسب معرفتي الصغيرة أنه الحكاية كي تهم الرجل يولي موضوع خاطر ما تعرفش أنت المجتمع رجالي أكثر منه نساء باركونت وقت نطرحوا موضوع يهم النساء تولي الناس الكل شيخ عليه وتحب تسمعه وتسمع حتى حد قال كلمة عيب ولا كلمة خايبة لكن اليوم طنك هو يهم الرجل في حد ذاته في شخصيته في الرجولية متاعه الرجولة متاعه ولا كيفاه يقولوها دونك وقتها يولي الراجل يتقلق ويولي يسب ومش عاجبه ودرا شنو نو با دي تو بالعكس معناتها حبيت نتدخل انا في الحكايه هذه انا حبيت نتدخل خاطر الموضوع عجبني ومواضيعك باهيه برشا ويعطيه الصحه دكتور هشام اذا كان هو معناتها شد صحيح باش يقترح موضوع كيف هناك راهو صحيح هو هشام شد صحيح وانا قعدت متردى شويه ومن بعد قلنا بون فازي حاسمه ياسر وريزو طايح والدنيا ماكله بعضها واللي هز عليا تليفون يكلم فيا بالسرقه بشويه لا يكلم فيك خاطر لونتين محلوله على ذاك خاطر الميكروويت محلوله باهي موضوع انا عجبني وكاهو فهمتني ويعطيكم الصحه برشا كيما قلت لك فهمتني انا ننصح برشا وخيان بحق يتولعوا برواحهم شويه يعملوا حاجات من هكا بقدره ربي مورالمون يحس في روحه تحسن ويحس في روحه مريقل يخسس نص ساعه كل يوم بحكايه كيف هكا شويه اونترينمون شويه كذا صبح بكري قدرة ربي لاباس ومش مشكل حتى شويه حتى شويه ريشيرش يعملها يعني حتى اللي هو تفيده في حياته هو مش مشكل معناتها مش عيب ولا حرام علاش العيب ما نقولوش عليه عيب في الشارع وقت نسمعوا الفاظ سوقيه وقت نسمعوا السبان وقت نسمعوا كلام خايب برشا برشا والكلام على الاعضاء وعلى برشا حاجات ما نفهمش فاهم يفهم فوالا نسمعوه ونتلذوه ونبدوه عادي نبدو نسمعوا فيه لكن وقت نسمعوه كثقافه جنسيه نتقلقوا علاش ولا علاش نحب نقول فما يوسف مولهي كومنتير جاي من عنده يقول السلام عليكم عجبني برشا الكومنتير نتاعو يقول الفايدة كي نعرف نوصلوا المعلومة للمستمع كهو بالنسبة ليا هذه ثقافة لازم الإنسان يعرفها واللي يحب الجاهل سيدي خويا يفهمها لوغ تخمج اكزاكتومون يا يوسف ميرسي مراد يعطيك الصحة خويا مرحبا بك على راديو يا فهم إن شاء الله هكا ديما منورة يا سيدي مازال معكم مواصلين على يا فهم في مردي سان تابو على 70 16 30 هذا النمر نتاعنا والا على 31 380 ألف ولي كومونتير نتاعكم كي العاده بيان سور توصل على الباج فيسبوك تو اي اف ام ومرحبا بكم الكل سواء اللي تسمعوا فينا من تونس والا من خارج تونس نسمعوا تو سويت شيرين مشاعر مردي سان تابو اي اف ام احلى راديو احلى مستمعين في مردي سان تابو مردي سان تابو اليوم موضوع بالحق ثم شكون اللي قبلوه ثم شكون اللي ما قبلوش لكن مش مشكل نحن نوصلوا المعلومه للناس اللي تحب تسمع ومرحبا بكم مره اخرى ديما نقول مرحبا بكم على راديو اي اف ام 100.6 واللي قاعدين تسمعوا فينا بيان سور على السيت نتاعنا اللي هو اي اف ام .in واللي يحب يعاود يرجع اونتر بارونتيز يعني يحب ما خلفش على الموضوع ما خلفش على ليميسيون يدخل على السيت انترنت نتاعنا اللي هو www.ifm .in ويسمع البودكاست نتاعنا دونك ليميسيون كامله نتاع اي نهار من الايامات الجمعه من كلام الليل نمشيو تو دو سويت للتليفون اخر معنا وليد عاصمه وليد مرحبا بك عسلامه شو احوالك لك سافا لاباس عليك خويا الحمد لله عايش الحمد لله وي وليد تفضل شنو تحب تحكي والله الموضوع هذا جميل فهمت اسيلو بريس كل يوم نحكي فيه الحكايه سورتو في الشركه اللي نخدم فيها ابون احنا نخدم في شركة كبيرة فيها 150 خدام اي فهمت يمكن فما 90 خدام
يوميا الحكايه هي بيتا معناتها شنو ديما كلكم تحكيوا فيها الحكايه هذيا في الخدمه؟ مش نحكيوا البير هو معناتها فما روندمون بي في الخدمه ولا شنو اللي عارفكم شيخ بالخدمه ها برودكسيون قويه عندكم ياسر قويه حسيدوا العروض متنوعه حسيدوا ناس معناتها ناس مخاخه كان في الحكايه هذيا معناتها يوصلوا اوبسيسيون يعني ولي شنو هو؟ اوبسيسيون وليت. ياسر الى يوم هذا. معناتها اليوم معناتها بالذات يستناو فيه الحق معناتها تحس هذه. اعمل الناس كل اليوم مراك عليها اليوم ناس. هو شركة نتاعه معناتها بالغوا ياسر. علاش يحكوا فيه؟ بالغه هذه علاش؟ والله ما نعرفش علاش. معناتها تنجم تقول عقلية. معناتها وصلوا معناتها كل يوم بريس كل يوم يتباهي ويوريو معناتها الأمان نتاعهم فهمت عادي معناتها جدا فهمت معناتها اللي باش يتباهي كان بالقضيب نتاعهم معناها بالنسبة لهم هما الرجولية هي هذيك القضيب هذاك هو اكزاكتومون وكان معناها لا يقدر نهار ربي يصيب مصيبه وما شو معناها يولي ما شراش السيد هذاك والله نورمالمون ديجا عندنا احنا شكون حاله غادي مسكين يوصلوا ينحيوا له دبشه باش يشوفوا له الحير نتاعه فهمت شنو هو انت وصلنا للمستوى هذا يا وليد اي احنا نعيشوا في السيدات فهمت مسكين لين السيد هذا يعيش ولا وحده يحشروه هيا ورينا وباش يشوفوا له حل فهمت وهذا يطيح في مشكله زاد على عرس مسكين يلحلح يحب فهمت جينا نحلوا في الموضوع معناتها مجموعه كامله حتى كان اللي باش يتوسط له على طفله فهمت باش يطيح في البيج هذاك نتاع القاضي هو القديم نتاعو صغير بالكدايه مسكين ماركا كاسا سانتي جو سانتي فهمت في الانتساب ولا لا؟ فهمت من التوب للتوب وفما شكون معرس معناتها وعنده صغار وعنده واحد كل يوم يتشد اي سامحني معناتها شنو كانت شنو الرياكسيون نتاعهم معناتها وقت يحكيوا على الكبر ولا ما نعرفش قداش لي 3 سنتي ولا اسكو معناتها تحس فما عقد يعيش بها راجل معرس ولا موش معرس ولا ناوي ماهوش باش يعرس نهار اخر مش يعمل حتى علاقه مش هو مسكين يحب يعمل فهمت اما تيجي وشوفوا اللي يحب يتوسط له على الطفله فهمت يلقى عنده المشكله هذيك هو بيده مش مخالي الجمله فهمت انت حاسب مارينا احنا الكبر نتاعو مش نتاع انتم زدنا رينا زدتوا عقدتوه الراجل والله زدتوا عقدتوه هذا هو اكزاكتومون زدت عقد ما توا ولا معناتها تاقلم فهمت كل واحد باش يشوف له حل اعمل كذا الاخر ما نعرف شنو الاخر شنو الاخر فما الحلول موجوده؟ هو ما يقول وما ما نتصورش يعني ما بربي شنو هي نوعيه الحلول مثلا التهذيب حتى شويه تهذيب هكا تهذيب له والله الحلول اللي ريتها انت غريبه شويه هي مش غريبه هما فما عباد مثلا يقول له اربطه وحط فيه صرف بوكيلو فهمت كل يوم بالحق ترى الاحتمال هذا مو احسن الاحسن يشنقل يشنقل روحه في ثريا فوق وكاو وسايب روحه مثلا ولا كيف نحكي لك لا لا هذه كلها شوف 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 نحكي لك هو يحكي شو يقولوا له لا ما انا اسمعني اسمعني خويا شوف احنا كنا قلنا في الاول بدايه الحصه وحكينا فيه الشيء هذايا راهو الرجوليه والفحوله عمرها ما كانت في طول القضيه بالطبيعه الرجوليه والفحوله راهو في معاملتك للغير للمراه الرجوليه والفحوله في كيفاش انك تمتعها وتسعدها في الفرش الرجوليه والفحوله في كيفاش تتعامل معها في الفرش وتتفنن معها ديكوردو معناها شفت بكري في شهاده مش شهادات معناها المراه تحكي على قريبها كيفاش القضيب نتاعو طويل امه متحمل حصان ولا شنو ماهوش مستمتع ماهوش مستمتع ويهربوا منه معناها عمره ما كان الطول هو راهو معناها ريفيرونس انت والطريقه كيفاش يعطيك الصحه هكا مش نجمع الكاليتي نتاع الاكت والطريقه كيفاش تتعامل معاه مع المراه هي ذيك أكبر دليل على رجول الإنسان وفحولته ما عدا ذلك يبقى ديتاي من كما لي ديتاي الأخرين كل المداعبة يعطيك الصحة
انت هنا المذيع بتجيب كانك قلت اللي قد جيب اللي قد جيب يعطيك الصحه حسين وبارك الله فيك على تدخلك معنا. يعيشك وليد، ميرسي بوكو يا سيدي. وي مرحبا بك يا سيدي على راديو اف ام. تو دو سويت نمشيو نرجعو للموسيقى. نسمو ستروماي سوميز. قبل قبل لاباج بوج شنو يجي تحب تقول حاجه؟ الا جبت فقط معناها الفكره الغالطه اللي هي انه الطول القضيب هو مفتاح سعاده الرجل. هذه راه فكره غالطه ولازمنا نشطبوا عليها بستيلو. معناها لو كان نعملوا استطلاع راي فريمون استطلاع راي مع 50 راجل و 50 امراه ونجدوهم نطرحوا عليهم السؤال هذا تشوف النتيجه اللي نخرجوا بها. وي اكزاكتومون. دونك مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين نتاع الصباح في ماردي سون تابو. نرجعوا للموزيكا تشوج. نسمو تو دو سويت ستروماي سوميي. قعدوا معنا ماردي سون تابو اي اف ام. احلى راديو في ماردي سون تابو. مره اخرى نرحب بكم الكل بيان سور اللي التحقتوا بنا توا. تو دو سويت توا نص الليل وخمسه واربعين دقيقه. نعاود ذكركم بالموضوع اليوم. نعاود ذكركم يا سيدي تاثير حجم العضو الذكري على العلاقه الجنسيه. فوالا هشام صافا اموري واحد حتى توا. اي لا هكا صافا. بربي توضيح صغير باش حبيت نضيفهم بك ونسيت ما نقولش عليه. انه بالنسبه للنساء لو كان نسالوا غالي بيت نساء ونطرحوا عليهم السؤال كما قلت لك من بكري، فانه كبر القضيب او قصر القضيب او غيره باش يكون في اسفل معناها قائمه اولويات المراه بالنسبه لاحتياجاتها الجنسيه. معناها بالنسبه للمراه الكبر ما هو شيء مهم بقدر ما هو مهم الحنان والعطف والحميمه معناها والطريقه التعامل مع الرجل مع هذيك هو اهم الحاجات. ياتي الحجم ربما في الاخر لانه عمليه العلاج هي ستكون كما نقولوا احنا السوريس لو جاتو. معناها باش تشعر المراه بك النشوه والارجازم معناها وتتفرهد وتشيخ كما نقول. وي اكزاكتومون. نمشيو تليفون اخر. سي منصور معنا مازال في التليفون. سي منصور معنا. السؤال هذا يهمه هو برشا. اي قعد معنا سي منصور خاطر باش ناخذ تليفون من عند مراد. مراد على السلامه. الو على السلامه. مرحبا بك مراد لاباس؟ لاباس الحمد لله عايش كي مراد. باهي مراد شنو تحب تحكي؟ انت ساعه باش عندك اعاقه هكا؟ اي انا عندي احتياجات خصوصيه. نعرف انا نجم عادات جنسية نجم تعمل علاقة جنسية وألا لا؟ إيه داكور. تو ها معك هشام مرادة. سي منصور باش يجاوبوا خليجي. سي منصور معنا. سي منصور تو يطرح لي بعض الأسئلة ما نوضحش بالكدا. سي منصور معنا. سي منصور معنا بالتليفون. سي منصور باهي مش مشكلة. مراد مراد قلت لي أنت مشكلتك أنك الإعاقة اللي عندك شنو هي نوعها؟ والله انا مني انا كثير من عمري 90 ايه العظم تاعي الكفه. شنو هي سامحني؟ مراد ربي علي صوتك شويه. العظم تاعك يتكسر من عمري 20 يوم. ايه يتكسر. و ياسين الطبيب قال لي هذا عنده هشاشه عظام. ايه معناها كل مره نقعد نتكسر من بلاصه ما ضميتي مره ما فيها. لين تو كبرت وتوا الحمد لله عمري 32 ما نمشيش يعني ما نجمش نمشي. أما كنت قوى على بطني وجاني كنت قوى على عظمي وجاني. أنا بودي بودي أنا جفني بودي 83 سم. قداش جسمك طوله؟ لا الجسم تاعي طوله 86 سم. جسمه؟ جسمك كامل يعني؟ جسمي الكامل 86 سم؟ اي واضح. معناها تحب تشوف انت اسكو بامكانك تقوم بعلاقه جنسيه ولا؟ اي هكا قبل كل شيء سؤال نطرحه لك انت تحس بالرغبه في اقامه علاقه جنسيه ولا؟ اي هكا تمارس في العاده السريه ولا؟ اي نعم. عندك انتصاب وغيره حاجه كل شيء مريقل؟ عندي انتصاب. دونك ما فما حد شيء باش يمنعك انك تمارس علاقه جنسيه. تبقى لازم تلقى الشخص الانسانه اللي تتفهم الاعاقه نتاعك وتقبلها وتخليك معناها تعيش معها علاقه جنسيه عاديه. معنا دكتور سي منصور. مرحبا.
نعم وبيك كنت نسمع في الأخ مراد بالمرض هذايا ما له العظام كلها تتكسر غابيدمون وما أنت بيلك ما تنجمش تقف هكا ولا ما تنجمش تمشي ولا ما تنجمش تقف شوف وما تنجمش المرأة تجي فوق خاطر كانها تجي فوق تكسر لك البسام وفوالا هذاك شو تكون باش نقوله هذيك هكا ولا اي صحيح دونك باش يصعب برشا انه العلاقه ما تعرف العلاقه الجنسيه انه علاج تكرر في المعبد معناتها يا انت تقف وتبوجي ولا شكون المراه تجي فوق دونك العمليه هذه باش تصعب برشا تكنيكمون سي فيزاب ما زالها انفراستركتور انه امبورتونس تهزها تنجم تقعد عليه نجم كان المراه كان عندك صديقه ولا لا ما نعرفش اما تنجم المراه تجي فوقك من غير ما تقعد عليك انا عملت بعض علاقات مع نساء انا ما وصلتش تنجم زمان بس العرق مدي مش خاطر بدي معناها يوصل يحكي معايا بنين انا ما نكتبش معناها الوضع صعيب على خاطر انت عندك الانتصاب توتافي نورمال هكا ولا انه يلزم شكون مراه تحب تو في امريكا الوضع نتاعك موجود ونلقاو له سكون ابان وسيشام يعرف لي سيرجيت كما نقولوا معينة جنسية موجودة في أمريكا في شمال أمريكا وفي أوروبا في بعض دول أوروبا يعني الناس اللي تعاني هكايا من مشاكل خاصة الناس اللي عندهم إعاقة خاصة معينة جنسية وسي امبورطون تلقى عندها فورماسيون أديكوات على خاطر كانها تقعد عليك تكسر لك الباسان وملخص الهدرة تكسير الباسان بري سوم غالي برشا بالنسبه لهذه اما تنجم اسهل اللي كنت لازم تكون فما امراه معش كان ما عندكش علاقه مع امراه انك امراه تخلصها ولا حاجه باش تقوم بالعلاقه وتعرف انه ما هوش سر انه فما طرق اخرى للعلاقه الجنسيه فهمت؟ دونك انا ما نقولش دكتور سامحني لكن احنا مانيش في سويسرا باش نلقى مراه باش تمارس معايا الجنس صحيح والله لا اسمعني خويا العزيز كنا في تونس وفما في تونس كما في سويسرا ما فما حتى مشكله فما نساء هذه خدمتهم والقانون يسمح بهم في تونس كما في سويسرا تقول سيدي اوكي واضح مراد ان شاء الله ربي معاك يا مراد سي مسعود مادام وصلت معانا نستغل الفرصه مع مراد باش نقولوا بالسلامه اسمعني شي اوكي مراد ميرسي بوكو باي باي دونك نرجعوا سي منصور تفضل جوست حبيت يحكي لنا شويه على معناها فما انواع من النوع من القضيب اللي يكون فيه اعوجاج واللي بعض معناها الاشخاص يتقلقوا منه وهذا يتسمى معناها مرض البيروني اولا لازم نفهموا الفيزيولوجيا نتاع القضيب انه القضيب في وسطه سكون ابل لي كور كافيرنو هما كيما فراغ يتعبى بالدم وقت يتعبى بالدم وفما الانتصاب اما باش يقع انتصاب كانك تاخذ ان بالون امبوله وتنفخ فيها تولي مدوره هي ما توليش طويله باش تولي طويله ثم الممبران دايره بالقضيب والممبران هذيك معموله ونعمل الممبران هذه معموله بتشي كولاجين كيما اللي نلقاوها هكا الابيض تلقاوها فوق لي مسكل اما اقوى بياسر وكيما لي طوندون الاعصاب ايوا من نوع هذاك سي دو تيسي كولاجين و تيسي الاستيك مي اسونسيلمون كولاجين وقت يجي الدم في القريب وتقوى البريسيون يعود يزيدك من الكبار منها هي لا ان فوليوم بيان ديتيرميني يولي لو فلو سانغان يل بارتيسيب دون لا ريجيديتي سي كون ميزور بار ان اباريل سموجيديمتري انه فما بارفوا دي مالادي Il faut que
أنه الممبران هذه تضر وتولي ريجيد. إن فات تولي ريجيد دان كوتي ولا دان أخر البينيس يدور من جنب لا ريجيدتي ويولي أعوجاج. فما أعوجاج طفيف وإناجة متعدة، وفما بحفاء أعوجاج حتى 80 دقري يولي تير كومبليتمون على جنب. وهذه فما الجيرولوج ماهيش خدمه نتاع السكسولوج با دي تو، هذه الجيرولوج يعملوا عمليه وينخيو البارتي هذاك ويرجع الانتصاب نورمال اون جينيرال. ما هيش دونك سي الجيرولوج، والعمليه هذه يعملوها الاساتذه نتاعنا او الاطباء نتاعنا في تونس. في تونس ما غير مشكلة أي هي في تونس، ما بعدها تقول في تونس 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 تشخص انطلق في الليسانتر اونيفرسيتير متاعنا، وجو سيبوز لي فما بعض أساتذة مختصين في الشيء هذا، باسكو العمليات هذه ما تجيش يكون عارف أنت قليلة. أوكي ربي حبيت نرجع جوست روبان على طول السيد اللي كان قبل ولا كان يقول أنهم يتلموا مع بعضهم يوريوا القضية نتاعهم. ما نحبوا نفهموا لا راهي سيت اون ايميسيون نتاع ثقافه ونتاع حضاره اولا واخلاق فوق الكل. وهذه ماهيش من الاخلاقيات كسوا 100 عام ولا 1000 ولا 2000، الاخلاق فوق كل موضوع. ما قالش به ربي، سامحني جبت ربي ماهوش في الموضوع، نحكي على الاخلاق. ما قال ماهوش معقول انه العباد اللي تحوس وتولي في الطبيب نتاعها وين صارت هذيك يا بلاد، وما هي اخلاق اللي تسمع. هذا البوان الاول. البوان الثاني ماهوش معقول انها ستان فيون دو لانتيميتي نتاع السيد هذاك اللي هما يعطوا عليه باش يشوفوا الطبيب نتاعه ولا حط فيه كيلو ولا خرج كيلو، ماهوش يلعب راهو يا عباد الله. فما عباد قتلت رواحها بالمشاكل هذه ولا تمشي في ديبريسيون. ولهذا نحب نقولوا انه الحصه راهي تثقيف جنسي وحصه علم، اما الاخلاق فوق التثقيف الجنسي فوق العلم. واحترام الشخص مهما كان. اللي كان عنده مشكله مش انه يوري القديم نتاعه لاصحابه، كان عنده مشكله عندنا تبارك الله في تونس جامعيين دي سيكسولوج ودي زيرولوج ولا دي سيكياتر، ومرحبا به في النظام هذا. ولهذا احنا ما نسجلوش بالكل الحوايج هذه اللي حكى عليها الاخ. وي برافو برافو بالحق هذا الكلام اللي حبينا نقولوه بروفيسور منصور، ولكن راجعين معاك من بعد بشويه. اقعد معنا نمشيو نتعداو تو دوسويت للشاب مامي باريزيان دو نور، ومن بعد يجينا الاخبار. اقعد معنا في مارتي مارتي سان تابو اي اف ام، احلى راديو احلى مستمعين في مارتي سان تابو. نرجعوا للتليفونات حتى توا قاعدين باش نكملوا بسرعه بسرعه بسرعه. وي هشام ربي جوست نحب نوجه رسالة مع الأسف أنا ما حبيتش نتكلم، ما حبيتش باش نضحك نجاوب، وما حبيتش نعلق على بعض الكومنتارات الخارجين على معناها الموضوع اللي احنا نحكيو فيه. ولكن لما توصل لدرجة أنه الشخص هذا يوصل يسبنا ويوصف ويوصل يعني يتعدى على حرمتنا، مش حرمتنا، يتعدى على اشخاصنا وعلى على على قيمه الانسان العلميه وقيمه الانسان الفكريه وقيمه الانسان الحرفيه المهنيه والصحفيه وغيره وغيره وغيره. هذا السي سيف العباسي نحب نقول اسمه سيف العباسي. يا سلام. الغريبه انه اردنا حثاله المجتمع وخماج وغيره وغيره، لكن الغريبة يا ليلى كيف تدخل البروفيل نتاعو السيد هذا، التصويره الفوتو الفوتو دو كوفيرتو اللي عملها نتاع انسان يشطح على واحدة ونص في مدينة الخلعة ويبوزي تصويره بمدينة الخلعة؟ اي مدينة الخلعة. لا حول. وبصراحة برجولية نقولها بصراحة، معناها وشخص كيما هذا مادام تأثر من الموضوع كيما هذا نحكيو فيه، يا إما ما عندوش يا إما صغير برشا القضيب نتاعو. نتعداو يلا. نمشيو تو دوسويت التليفون معنا منير عسامة. منير مرحبا بك. منير منير تسمع فينا ولا لا؟ الو الو منير نمشيو لحمدي تليفون الثاني. حمدي عسلامة مرحبا بك يا حمدي. سلامة. مرحبا يا خويا. شحالك ليلة لاباس؟ يعيشك ربي يفضلك. هشام بون انيفرسير يا هشام. ميرسي حمدي عاش خويا بارك الله فيك. شكرا. سامحني باش نرجع دو مينوت على كلمتك توا، قال لك لا يقاس الجاهل بجهله. واضح واضح. واللي عنده عيب
راه تلقاه خايف منه حاشم به يولي عايب به غيره. صحيح صحيح هذه بال. وقلت لك انا في كومنتير قلت لك قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وداعبوهن الى ان يبلغن المخاض. صحيح وي. ما هيش مسألة طول قذيب ولا قصر قذيب ولا نجم حتى ما فهم ديكا وشي جام يعرف نجم ممكن ضعيف جنسيا يعني ضعيف كومبليتمون كومبليتمون ويا عمراء وي وي بالضبط بالضبط خطر الجنس عارش مانيش اسوبوان بروفيسيونيل ولا واحد اما بحكم واحد جرب مش ما جربتش وحتى تابع شوية حتى السيونس شوية وكذا الجنس كي تبدا المراه مقتنعه بالشخص هذاك روحيا روحيا راه تنجم تتصل معاه الاقصى اقصى حدود النشوره فهمت توصل معاه يعني كيما نقولوا انا للنشوه القصوى وما عادش يقنعها حتى راجل اخر ابر وهو مهما يكون طول قذيبه ولا انا عارف انا كيما قال هشام في نبته قال ما تراك تنجم متراك ما توجعش واحد في كومبارا يضربوه بالا ويقول له والله ما احلاها الدغدغه الدغدغه توني فهمت كيما قلت لك انك طول والخساره كسلوا من ساره صحيح هو فما برشا امثال شعبيه كيما يقولوا فيها ما علينا في ذيك ونرجع شويه باللي للمثال اللي يحكي في معمل وانا نقيسوا لبعضنا كيما قال الدكتور انا نقيسوا لبعضنا والله انا سامحني ابارامون هذوما مجموعه نتاع معمل كما قال هو كبير ابارامون ماهمش يعني ننذم في الفئه اما ابارامون ماهمش رجال بصراحه ولا بالحق ولا يخدموا في حمام واحد من اثنين وحمامك عرفتك ميكس فهمت كيف وسون فيتمون مش حتى بشهر وساعات تدخل في حكايه انسانيه معناتها انه انسان يلعب شعور الغير في حياته اللي هي حياته كي نقولوا الجنس راه نقولوا مجتمع كامل كي نقولوا الجنس نقولوا الانسان شخصيته قدرته احترامه مع الناس فهمت هذه الكل يجمع برشا حاجات لكن ساعات اللعبة هذه ما مش حلوه بالحق ما مش حلوه بالكل انه نلعبوا بشعور الناس واضح انا حاب نرجع نستسمحك حمدي انه حبيت نقرا دو كومونتير هبطوا ورا بعضهم يوسف مولي يقول السلام عليكم الفائده كي تعرفوا توصل المعلومه للمستمع كهو بالنسبه لي هذه ثقافه لازم الانسان يعرفها واللي يحب الجال سيدي خويا يفهمها لغه خمج الشيخ وليد يقول موضوع باهي برشا ومهم جدا برافو وصلوا هكا فما برشا عباد مش عاجبهم اللي مش عاجبه ويحب يقعد جاهل وما يتثقفش مش لازم يسمع واصل حمدي تفضل حمدي كمان حمدي علق حمدي تليفون الاول حاضر لا فوالا سي بون سي بون سي بون حمدي منير عسلامه مرحبا يا سيدي انا مرحبا اسمح لك يا سيدي شنو حوالك صافا لاباس عليك الحمد لله اسمع عليك اللي يتكلم على روحه راه فهمت هذيك شعبيه انا ساكته وكا هو اللي يبدا اسمع خلي منيح ويرد عليك والله ما يسالش مش مشكل يا حمدي يا منير بارك الله فيك شنو تحب تقول منير؟ خويا منير السلام عليكم مرحبا دكتور منير سي منصور سي منصور سي منصور شنو احوالك؟ سي منصور معانا لا مش معانا سي منصور معانا سي منصور برشا تليفونات يا منير اليوم سي منصور معانا نتكلم فيك معاك سي منصور يا منير راهي تفضل مرحبا سي منصور دكتور منصور تفضل انا شنو عملك بالله انا عندي ولدي اسمع فيه خويا اي مين صاحبي القذيب نتاعو قصير برشا فهمت نحب ماذا بيا نشوف من درا نرمال ولا مش نرمال ماذا بيا معناها تدلني معناها كيفاش نعمل شنو معناتها تقول لك شنو اللي خلاك انت تقول على القبيل نتاعو برك الشيء قداش عمره 13 سنة وشو اللي خلاك 13 اخوان 13 سنة تقول القبيل نتاعو قصير ولا مش قصير والله في منصور انا نشوف فيه معناها لاصق معناها فهمت القصير بكل معناها نتصور فهمت قداش من سنتيمتر ممكن فما حكايه زوز ثلاثة سنتيمتر معناها انا ما شفتوش معناها الوقت اللي هو تحمي ولي تيستيكول نتاعو في وسطهم لي دو تيستيكول اي موجودين زوز انا مره هزيت حبيت نشوف الحكايه هذه امور امريكا اي 13 سنة
وتعرف انت هو يبدا على ريكسيون في الصباح في الليل وقت اللي يرقد ولا وقت اللي يقوم ولا ما فهمتكش الموتور عنده الانتصاب ما تعرف وقت اللي الراجل يرقد يوقف اي فهم فهم اي خبيه من سنتيمتر في الجبال كان حكيت 4-5 سنتيمتر ولا قبل كل شيء هو مازال في 13 سنة كانت حبيت أننا نشوفه هو مازال صغير أي هي تنجم فما الجيرولوج تمشي للسيرفيس جيرولوجي في تونس وهما توا يعينوا يشوفوا العضو الذكوري نتاعه يقولوا تبرفت شو نجموا يعملوا وشو نجموا ما يعملوش يا بارك الله فيك منصور أنا نمشي انت بلما جهة بلما جهة في تونس انا في اريان انا في حي النزهة خير ما لا تمشي بلما دي 3 سنتر الموجودين في هاشو تحت عربي سنتر ستاري الوليفرسيتير الجامعة فيه دي جيرولوج ويقبلوك ويرجدوك الطب بتاعنا او نيرولوجي في تونس بكنا حسب المعايير العربية يا حمود بيك عايش تونس مرحبا فيك بارك الله فيك يا حمودي تفضل سيدي بارك الله فيك منير يعطيك الصحة مرحبا بك على راديو اف ام يعيشك يا خويا باي باي دونك هشام قبل ما نعاودوا نرجعوا مرة أخرى لي كومونتير نمشيو نسمعوا موسيقى ونرجعوا أوكي داكور حضرت شوية كومونتير ما فيش برشا دي كومونتير برشا تليفونات دونك ما عرفتش مين نحزوا اليوم دخلنا بعضنا الكل حاسين ومن باج لا ما ندخلوش بعضنا بالله يلا تو سويت نسمعوا تعيش تشاف ما ناخذ معنا عليها في محل راديو في مغدي سان تابو مرحبا بكم الكل مغدي سان تابو إيه في محل راديو أحلى مستمعين في مغدي سان تابو نرجو شوية لكومنتير خما كومنتير جاء من عند أشرف ورغمي ورغمي أشرف يقول بربي يا ليلى بربي أقرأ الكومنتير متاعي بيان سور يا أشرف نقرأ الكومنتير متاعك يقول بالله كي ما تنجموش رويحكم عن ساكم ويخونوكم تولي وتلوجوا على حلول باش ترجعوا اليوم وكي طرحوا هما اليوم الموضوع باش يفيدوا الناس الكل ولات مشكل وعيب والفئة القليلة النبارة تحت حسمس يحبوا كل شيء ولا جاوبكم اطفال على روحي ما جاوبتش انا راه يلا تدسيت نمشي تليفون معنا مدام شافية عسامة مدام شافية مدام شافية شافية رشدي نو كلهم يدوخوا قبل ما يحكي اللي يقدروا يفكروا زعما نحكي ما نحكيش انا بنك شاد الخط الميدي مدام شافية تسمع فينا شوفوا باجا قاعدة بالاتصال الهاتفي على اللاسلكي واللاسلكي معها دونك عندنا نتعاود لنا تليفون نتاع مدام شافية تو دو سويت ماني فضلك هشام نحكي كيك كومنتير ممكن اوكي كان عندك معلومة زايدة واي نوت معناها نحب نقرا شوية زايدة بن حمد سيوان تقول انا راه موضوع كيما المواضيع الكل معناها ما فيش علاش باش نتقلقوا منه عاطف الحرباوي يقول توحشكم الكل يا اهل ليلوتا بديع يقول شنو هي النور مينيمو احنا حكينا بديع في الحصه قلنا معناها ما بين 7 سنتيمتر و 16 سنتيمتر مجيد جاسمي يقول ندور على الصافر وكهو بون امور كان مجيد واجد يقول فرانشمون شي حشم نعرفش شنو اللي حشم في الكلام يقولوا فيه احنا قاعدين نسقفوا قاعدين نوري في العباد ونفهموا فيهم بون ما حبش نحكي الكلام الخايب الكل والنحية معناها يرجع لاصحابه كما قلت معناها فما الناس الله يسامحها معناها تشوف الكلام يقولوا فيه جهل وعيب وحرام رجالوتي تقول كل عام وانتي حبيب بخير بنسي رجاء هشام اوكي طبعا بعد نعاودوا نرجعوا للي كومونتير اوسي نتاو نغزو كومونتير خدي محمد عامر الجمالي يقول مشكورين جدا ليلى والاخ هشام والاخ منصور هذه ثقافه لا يفهمها المتخلفون اني اليوم تاكدت اللي انا طبيعي شكرا اسكندر الزين يقول تحيه لكم على الموضوع البناء وتقف العقول الراقيه احتراما ميرسي محمد ميرسي اسكندر نمشيو لمدام شافية اللي معنا توا في التليفون مدام شافية عسلامه مره اخرى
السلامة لاليلى. لاباس عليك. تي وينك يا مراتي؟ وينك؟ نعيطوا لك ونقولوا لك راك عندي. انا راني كلمتكم اليوم انا مبهره بك انت وبالدكتور هشام. عايشك يا ربي، فضلك يا رب. وعيد ميلاد سعيد يا سيد هشام. عايشك. انا من عمي ولا راني نتبعتكم نسمع فيكم. مرحبا بك. مرحبا يا شيخ. شنو غرمت راجلي وليت زاده زاده والله. يعني كل نقولوا اي نلوش باش تبدا. او الدكتور معانا دكتور هشام اللي صدقني توا غفلت في النوم شويه ونحلم كلي هكا نحكي معاكم ونشكر فيكم هكيك. ومن بعد التليفون ضرب قلت يا عاد يا عاد لا سير وكلموني اللي افهم. انا نشكركم ياسر. نسمع صوتكم هكا ننعش. ربي يفضل. وذي امنيتي انا علاش نكلمكم باش نقول لكم ان شاء الله مزيد من الازدهار والنجاح. هذه من حسن اخلاقك يا شافية. عايشكم عايشكم ربي يفضلكم. ان شاء الله الى الامان. ربي يفضل. هذيك علاش انا كلمتكم راه. تحب تسمعني؟ اي والله. والله العظيم. باش نقول حاجة خاطر بالك شي بالك شي ثم ناس يقول لك راهو يكلموا في الناس باش تشكر والله العظيم لا نعرفهم لا حاجة. انا تو ما نعرفش شنو شافية باش تحكي. انا امنيتي نكلمكم ومازالت امنية اخرى نحب نكلم مدام كوثر. نحبهم بيان سور. هذيك اش نحب بيان سور. تكلم مدام كوثر وتكلم الناس الكل اللي نحن في ياسين الناس الكل على ذمتكم راهو كاينهم ولادي يتكلموا هكايا معناها نقول ان شاء الله ولادي نهار اخر يتكلموا هكاكا يبداوا يعديوا في برامج هكاكا. علاش ليه؟ علاش ليه؟ يا مدام شافي مدام شافي انا كنت طالع باش تعطينا معناها رايك في الموضوع اللي نحكي فيه اليوم انت ولا سي عادل واحد منكم يسجل. باهي انا بالنسبه لرايي رايي والله يثق معناها تثقفونا جنسيا فهمتني. اما انا بالنسبه لحياتي الجنسيه على العال الحمد لله. ايش نحبوا احنا هذا هو ايش نحبوا. الحمد لله يا ربي عندي اكثر من 15 سنه متزوجه ان شاء الله. الحمد لله يا رب ما شاء الله. ربي يدوم عشرتكم مدام. وامين امين يا ربي ان شاء الله كل حبايب في خير في حياتي الزوجيه فهمتي. لا مشاكل. ربي يفضلكم لبعضكم وان شاء الله ديما هكا فرحانين يا شيخ. الله يخليكم ان شاء الله انتم فرحانين كيفي. يعيشك ربي يفضلك. عايشك ومحليكم وبنك وانت والمسيو نتاعك. عايشك يا شافي. ميرسي باي باي تشاو. بروي فما جي بالحسن السياري كومونتير ضحكني يضحك بيان سور. قال بربي اليوم راكم قلبتوه الفيسبوك الليله. اسمع يا اللي ما تسمعش حطوا اي فام تقول الدرا شنيا فما الجهل مصيبه. يلا فما زين دوادي زاد يقول موضوع القضيب ثقافه على خاطر فما حاجات ما نعرفوهاش. ايش بيه نتعلموا مش عيب. مشكل المتزوجين حتى العزاب يستفادوا منه وشكرا. وي 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 نمشي تو دوسويت للتليفون من عند جلال. جلال عسلامة مرحبا بيك خويا. احلى 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 مدام في حالك. ربي يفضلك يعيشك. ما تقوليش ما عرفتنيش توا. اسمعني اليوم اسمعني شو قلت لك اليوم جلال انا مخي بحسه مقلوب درجه كيف ايش مش نورمال. فكرك انا جلال ممثل التركي اللي حكيت معك من قبل. مرحبا يا سيدي. حتى كان ما حكيت تركي شمال. تركي تركش تركش مين؟ شو حوالك تركش مين؟ ولا حاجة صباح نسمع كل عام وانت حي بخير. استاذ هشام انت اللي مثلت معه في الشوك الذهبي ولا شو اسمه؟ لا ما مثلت فيلم تركي كذا ومش شو اسمه؟ مازال ما خرجش الفيلم هذا اسم اجيال. اجيال ايه يلا خويا ان شاء الله يا رب حظ سعيد. ان شاء الله حظ سعيد بالتوفيق يا جلال. ونشوفوك بجنب الحريم سلطان. شو اسمه؟ سليمان. الحريم سلطان. الملك سليمان. وزكا مش شو اسمه؟ شو اسمه اللي معاه؟ الملك سليمان. ليه الاخر؟ تيلي اوه مون ديو نسيت. ابراهيم. ليه تقولي نفتح حاجه على الملك سليمان. صنبل. سورتو با. اوكي جليل يلا جليل شو تحب تقول؟ اوكي لا بون حبيت الحمد لله تخي بيان سافا سانتي تخي بيان. بون حبيت نشكرك على الموضوع هذا. بالنسبه للكومنتير واللي حكيت هذوما راهو اسمع سي با صافي معناها نحكي زاده خاطر راك نشوف في المجتمعات الاخرين سورتو في مصر اللي قاعدين يعيشوا ويعانوا في الحكايه هذوما.
يقوم بالسرقة ويحكيوا بالكم يكون نحن بالسرقة. دونك نحن الحمد لله كي عنا مجتمع معناه واعي ويحكي في أمور معناها تخص وخطر نهار آخر حتى واحد زي ما عرفش يعرف إشنو باش يصير له. واللي يعرف المسكين وعنده مشاكل أكو يفهم من غيره والحتى يتكلم يقول لي أنا عندي مشكلة معناها ما يحسمش منها خطر سبحان الله كل إنسان معرض للأمراض هذه. دونك لازمنا معناها شوية وعي وشوية اللي نخدموا نعمل عقلية خاطر ما يجيش معناها نقول الحكاية كما هذه. يلزمنا كان أخوي الموضوع باهي نتفضل نسمع من غير تعليق كان الموضوع خايب أخوي نبدل علاش معناها نقدر نعمل في الكومنتير خايبين مستوى ما ثقافة كبير. دونك وبالعكس في شيء مساعدني معناها راجل لما خاسر وقته وكذا والتليفونات وكذا لاخر معناها تجيكم كومنتيرات بالعكس نشجعهم واللي عنده مرض نقول ربي يشفيه ونحاولوا نوعيه نقولوا حاجات ثانيه علاش نقولوا حاجات تصيح مورال كما خلى السيد نتاع شوفوا اللي كما قاعدين ايه موجود موجود خاطر نشوفوا في بعضنا كيفاش معناها كل واحد عنده كذا. لكن هذا تسمى الاعتداء على حرمه الجسد الاخر معناها اخلاقيا ما تجيش وهذه مشكله كبيره في هشام انا ما نحترموش الاخر بالعكس وانا نفدلكوا عليه ونحطوه في فيسبوك وكذا وكومنتاريات وساعات تحاول عليش خويا ما عيب مجيش ترضي في خوك ترضي في حد من العائلة لازم شوية وعي خاطر الموضوع هذا مهم ومواضيع هذه مهمة جدا على خاطر احنا نعيشوا في أزمة ثقافة جنسية علاش فما برشا تليق علاش فما برشا ممارسات خارج نطاق الزواج علاش خاطر ما عندوش ثقافة جنسية موش قاري ما يحبش يتعلم فيها أنا مسلمين إيه أما رأينا جدا مسلمين نحب الثقافة اللي تدخلنا جديدة خاطر دينا نعيشوا فيها مش معنا جيتنا من عالم آخر ليه نعيشوا فيها باش نعرسوا باش نكبروا باش نجيبوا صغار وولادنا باش يعرسوا باش يجيبوا صغار دول كده هذا يكون معنا من أول الدنيا معنا من إيه حتى التوفي. Oui, exactement, Jalil, c'est vrai. بالحق هذا هو الكلام الصحيح معناتها الثقافة الجنسية. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. يعيشك. وإن شاء الله فرصة أخرى. وي. بابي. شوية كومنتارات. خاطر برشا 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 لو سامحونا كان خلفوا شوية دي كومنتار خاطر فريمون اليوم سي لو توب. فما صديقة آمنة إيزادورا حمروني تقول في الكومنتار نتاعها. الحاجة اللي زدت أكدت منها الليلة هي عدم قدرتنا على مواجهة الواقع والاعتراف بالعلم بعيدا عن جميع القضايا. وجود طبيب ومختص في الحسة كان من المفروض أن يساعد البعض على استعادة الثقة بأنفسهم، لكن للأسف هناك من المتدخلين من يجنح إلى الهروب من مشكلته باستعراض فاضح لحقائق لا توجد إلا في مخيلته. وهناك من يحاول الظهور بمظهر البطل حين يتحدث عن زميله. النقاش في هذا الموضوع حين يكون جديا يمنح فرصة استعادة الثقة والابتعاد عن الخرافات. رجاء لا تنساقوا إلى التمييع لتغطية الشعور بالنقص. أنتم وحدكم من خلقه، بينما أنتم في الحقيقة تستحقون كل الخير بقليل من الجدية والشجاعة. عيد ميلاد سعيد دكتور هشام. شكرا آمنة. شكرا آمنة وبارك الله فيك على الكومنتير هذا وبارك الله فيك على تهانيك. وي صافي محمد تقول اللي مش عاجبه باش يسمع يسكر يكسر الكرايم تقول هكا بربي ما تخليوناش معناتها ما اللي ما يحبش يسمع يا دواء. مرايدي عبدو يقول بربي تحيا اي فام وليك يا ليلى وان شاء الله بالموضوع هذايا تتحل برشا مشاكل الناس الكل. ميرسي يا امرايدي. ميدي فيديف يقول بونسوار دكتور هشام جويز انيفرسير برجوليه نبدا نستنى في النهار ثلاثة باش نسمع بروغرام ونزيد نتعلم حاجه جديده اي بون كونتينياسيون. ميرسي ميدي. نمشيو تو دو سويت التليفون. نو التليفون مش حاضر. تليفون مش حاضر يا عدنان. تليفون مش حاضر يا عدنان. جست نقول ليلى انه اكثر ما المراه اليوم تهتم به عندما نتحدث عن جنس أكثر ما تهتم به المرأة هو قدرة الرجل على التصرف برومانسية ولطف وحنان. وتتمنى المرأة أنه يكون الرجل يكون حساس أكثر من اللازم تجاه حاجاتهم ورغباتهم الجنسية وذلك
أكثر بكثير من حاجتهم إلى معناها كبر أو قصر القضيب تاع الرجل. فما حاجة مهمة جدا نحب نقولها للسادة المستمعين، أنه إذا فما أشخاص اليوم رجال مازالوا يشعروا بالقلق أو الخوف تجاه معناها يشعروا بالقلق أو الخوف تجاه قصر القضيب متاعهم ويسببهم بعض المشاكل في عدم ثقة بالنفس، فنجم نقول لهم أنه بيبان متاع المختصين في علم الجنس وفي علم النفس مفتوحة في أنكم تتصلوا بهم وهم ينجموا يساعدوكم في العلاج وباش تخرجوا من القلق اللي انتم فيه والخوف والعدم ثقة اللي انتم فيها وتتغلبوا عليها وتتجاوزوها، الشيء اللي نجم يصلح نظرتكم للحياة، نظرتكم للعلاقة الجنسية ونظرتكم للعلاقة الزوجية، بما أنه غالبية الناس هذوما أو الكثير منهم يتفاداوا حتى إقامة علاقات جنسية عابرة أو يتفاداوا حتى الزواج هروبا من أو خوفا من أن يقال عليهم أن قضيبهم ليس في المستوى. اكزاكتومون هشام كان سي منصور مازال معنا في الخط، حاب يزيد يضيف حاجه؟ موجود سي منصور معنا. سي منصور معنا، تفضل سي منصور. تفضل. بربي انا من الذي جو في دو رمارك لا بروميير انو كونسيرنون الممبران اللي حكينا عليها بكري سي هشام اللي انتخدوي لو سوجي فما لا مالادي دو بيروني. تذكروا وي وي اون ميم تون فما نقولوا لا فراكتور دو بينيس. زوج عباد يبدا العلاج هما واقفين، تبدا المراه واقفه كونتر خيط وتجبد الراجل يدخل البنيس في الحيط ويتكسر. الامر سيتياسيون هي يلزمها ايريجون ان ثم انيماتوم معناتها احمرار الدم يقعد تحت الجلد، يلزم العباد تفهم ان ايريجون داكور دو بارفان وكل شيء حشم، لما ثم حتى شيء حشم في الطب أن يهزوا روحهم يمشيوا يشوفوا أقرب سبيطار جامعي يمشيوا يشوفوا الديرولوج. الديرولوج حل المشكل. البوان الثاني سي امبورتون اللي قالوا سي هشام اللي فما دي بسيكياتر ودي سيكسولوج ودي سيكولوج، مي افون تو قبل كل شيء قبل هذا الكل يلزمنا نشوفوا النيرولوج اللي هو الوحيد اللي ينجم يقول أن العضو عنده الصحة الفيزيولوجية والصحة العضوية اللازمة. الأخرين كلهم ما ينجموش يقولوا أن العضو عنده الصحة بيولوجية ولا هذا الشيء امبورتون. ومن بعد نجموا نمشيو للسيكسولوج والبسيكياتر دونك سي تري امبورتون باش يفهموا العباد الأمراض هذه نتاع العضو القضيب الكبرى بتاعه ما هيش دي ما مشاكل نفسية. ثالثاً concernant la perception تاع المرأة اللي هشام إلى سيتي بكورة في ساعة أنه راه الكبر العضو يا مينيموم اللي حشنا بيه للعلاج. أنا بخلاف المينيموم هذاك، والمينيموم هذاك ما فماش النعمة نتاعنا، فماش بخلاف أنه بقفايد العضو تلمون صغير اللي ما تنجمش تدخل في البازار 6 سنتيمتر ولا 7 على ريكسيون، ما نجم نعمل 6 سنتيمتر ما نجمش نعمل بروشور. أنه نحب ونكثر أنه المرأة وقت تبدا دونجي غولاسيون ستابل، إذا راجل مع زوجته أو صاحبته صعبها برشا، الفاتات الأولى لا تشوفش ما تشوفش القضية راه. ما تشوف ماهيش باش تقول لك راه أنت صغير أنت كبير، مي سي نورمال وقت تبدا مع مرأة تخلفها ولا جوتي مرونفور هكا. نتاع سهرة سي نورمال باش تولي في ضحك ولعب، مي فو لو بروندر تفضل انا حب ما فيها حتى شيء.
ما في حد شيء. ربي خلقنا العبيد هكا فينا الطويل والقصير والعريض، ونستغل الفرصة هذيك باش نشوفوا اش نجموا نبداو الانتصاب ونجموا نعمل العلاج والجماع ولا ودي كان مش ديما نشوفوا اليغولون باش نشوفوا شو الحل. فماش حل أخطاء، ما فماش ما فما حتى حل، ويفضل ديما الحلول موجودة باش العلاقة الحميمية تكون فاتشيزون في الزوز. هذا ايش حبيت نقول كونسيرنون برغم العباد اللي يبداو يحكوا ويتفلكوا، سي سوفون عباد ما نبداو خاطر كليمون سوجي ماهوش نتاع نحكوا نعم فهمت، ما حلاش في قهوه مالغري الاخ هشام والاخت ليلى يحاولوا باش يبسطوا الامور باش يرجعوا الموضوع بلو ليجي، مي نعرفوا انه فما عباد تعيش في ماساه كبرى في مأساه. أنا الشيء اللي خلاني نخرج من علم النفس من السيكاتري باش نمشي للسيكسولوجي أنه أون سيكاتري لقيت أن العباد المرضى بالمشاكل الجنسية هذه يبدأ في وحدة وفي سوليتيود ما صارتش. معناتها سي لو بلو ديغري دو سوليتيود أن العباد ما تنجمش تتكلم بالمواضيع هذه. وهذاك علاش أنا الشيء اللي خلاني نمشي لأمريكا باش نعمل اختصاص في العلوم الجنسية. ولهذا فما العباد يضحكوا ويلعبوا ويسبوا فينا وكل شيء عندهم هما مشاكل وربي يفرج عليها واحنا مستعدين باش نعينوا ما قريتو هذا ايش حبيته. فما ديجا فما شكون كما قال البروفيسور منصور نادر محسني ايميل ولا يحل بيتو كومونتير تما نقول ايميل انا مش سي با بوركوا نادر يقول بربي سي هشام الجهال ماذا بيك ما تجاوبهمش، انت دكتور ماكش ماخذ دكتوراه من حيط وهذا هذه مهنه علميه وبحث وربي يجازيك ان شاء الله. فما ناس تحب تعرف وكما قالت مدام ليلى كلام العيب في الشارع يسمعوه وعادي وجاء موضوع ولا عيب خويا هشام واصل وانت تعرف ايش قاعد تقول وبرافو برافو ليك نادر ميرسي. نمشيو تو دو سويت للموسيقى هاي صبر باهي اجمل نساء الدنيا اقعدوا معنا على ياسم احلى راديو موصي معكم حتى الماضي ساعتين نتاع الصباح. ميرسي بوكو للناس الكل اللي قاعده تبع في اليوم بالحق اليوم ثوره كبيره على الفيسبوك اليوم على الموضوع نتاع اليوم حتى بالتليفونات. ميرسي ليكم الكل نحييكم اللي شكر واللي ذم بيان سور لي دو سان تابو يا فهم احلى راديو احلى مستمعين في ماردي سان تابو. اليوم شو يكون اخر تليفون معنا لكن قبل ما نمشيو للتليفون شاكر شوكو شاكر شوكو يقول سلام ليلى وسلام دكتور هشام محليكم محليكم 10 على 10 بلس يا فهم محليكم وبرشا قلوب. ميرسي يا شاكر ميرسي بوكو ميرسي زاد الصافي بو تقول برافو بون كونتينياسيون من بربي العباد اللي تستقبلوا عباد مستويات منحطة ما تستقبلوهمش. دونك عزيزتي نحن نستقبلوا الناس الكل ومش مشكل يعني اللي عجبوا الموضوع اللي ما عجبوش هانا معاكم وكاهو اللي يحب يستفيد يستفيد ما يحبش يستفيد هو حر بيان سيغ. هاشم زوق قلت تحيه كل كلام خايب ما نمشيش نقرا في بالي كلام باهي سامحني ما نقراش باهي. الصريحه التونسيه تقول ميرسي بور لا سيونس و سي تري سي تري 5 سنتيمتر بو 14 ans است كو نورمال او نو سي فو بلي انا في منو بو سي فو بلي عطيني اقل سبيساليست في ناس ولدي او ميرسي بيان 5 سنتيمتر 14 ans ما نعرفش انا في معناها في حاله انتساب او في حاله هو راقد ما نعرفش لكن في منو تنجم تمشي للمستشفى كان فما مستشفى في منوبة أو تشوف أخصائي في المجال البولية في منوبة ينجم يعاونك. ريمان تقول سي هشام بربي أقرأ لي الكومنتير نتاعي برافو ليك والمدام ليلى يعطيكم الصحة احنا في حاجة المواضيع هذه في مجتمع جاهل يحرم كل شيء. شكون آخر ولا فما كومنتير آخر دونك نرجعوا له هشام بيه اوكي معنا خطر تليفون تحب تقرا توا كان موجود سي لا ما زلت ضايع داكور خد فركس هشام نمشيو تو دو سويت للتليفون اخر يظهر باش يكون اخر تليفون هكا ولا لي باجا نو مش اخر تليفون اخر تليفون داكور دور صاف على سلامه لله عليك شنو احوالك ازيكم يعيشك عزيزتي وانت صباح الحمد لله والله الحمد لله يعني كلامكم يوم جوست خاطر وقت في هشام تحرق اللي كتب لي على عايزين الكل ايه 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 اي
اسمع من ساترين كيتا ان شاء الله يعجبوك. اسمع نحضروا لك الارضية نتاعك. اي بيان سيو احنا مش هكيكا لو نعديو الشعب احنا يزلنا انه بيان سيو سي سي بون باجا مليك ذا امور امورة واضحة باجا يودي يلا تو دو سويت توب ماليش البالي نهار اللي نراح فيه نجمشي هو سبيشال في كل شيء حتى كي قرا عمل سيكسولوجي غرامو لي تابو يحكي في المخبي وتو سكي انتردي علمني الجرأة في كل وقت باسولمون لو ماردي في نهار كيما اليوم تولد عايل تفرحوا بيه جاي متفرح يمكن حتى من الفرحة زغرت عليه أما اليوم مش كان عايلته احنا الكلنا في حاجة ليه هو اللي حاجته يداوينا والسلام هو اللي كي حبيت نمدح في فضله ما لقيتش تعبير وتعملني بكلام هو اللي نعتبر له إذا اللي كتبته ما ظهرلوش يهام هو اللي نهبط راسي قدام احترام ونقول له كل عام وانت بألف خير دكتور هشام يا عيشك ميرسي ميرسي برافو 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 صح عليك هشام باش نغير منك انا بالحق شي الحكايه هذيا بالك لو فيك دوساف ولا سي سا توش فريمون حطينا ولا درساف ما لقيتلوش وصف والله ربي يخليك وربي يفضلك وان شاء الله ديما تتحفنا كل اسبوع كل مردي كل ديمونش بكليمة نحب جلس نحكي على سوجي نتاع اليوم اي ميسيل شي اي نحب نقول راهو الفيكس اتناغ راهي فان نتاع شي كان فان ما هوش نبورت كوا اما نشي هودا ما تحاشيك نتمنيكو على بعضنا وما دارو تقفوا روحكم دارو افهم بدنك وفهم بدن تقتناغ لقدامك راهو كبير ولا صغير ولا خشين ولا جيد راهو سوني با سان غيزون انك تعرف كيفاش تديها بالطفلة وكيفاش تاخذها ساعات تعملها ساتيسفاكسيون غير ما تعمل بينيتراسيون اساسا ما تقلقش اللي قدامك وما تقلقش انت قالك فيش تدخل وشوف بدنك شوف لي كاباسيتي نتاعك شنو يلزمك تعمل كيفاش يلزمك تدخل وقدر تعبي لبيت يعيشك يا يعيشك ميرسي ميرسي بوكو درساف برافو على ميرسي بوكو عزيزتي باي باي باش نكملوا ونختموا قبل استنى عاد قبل ما نزلنا ما نختموش توا 49 توا هشام شبيك حوليت يا رجاله الفرحه بتاع هشام مازالو بيحب يسمع اغنيتك والله من الفرحه نعطيوكم بعد اغنيتك تمشي شوف غنيه هذيك الحرب نتاع نهار الثلاث اكزاكتومون والله فما سي فري فما كومونتير جاي من عند مدام امنه ايزاد ايزادورا لي كومونتير على الانبوكس نتاعي مع دار البريفي بالحق سما توشي سما توشي يا امنه بالحق سما توشي تقول ما تتصورش يا ليلى قداش كل ليله تكبر في عيني يعيشك ونزيد نتعلم منك نواجه واقعي ونقبل روحي كيما انا اي برافو ميرسي انا راني مانيش انا اللي قاعده نعلم لي با دو تو نتوما اصلا قاعدين تسمعوا في بعضكم وتتعلموا من بعضكم نحن شنو دورنا لهنا ان باش نعطيكم المساحه هذه انكم باش تتكلموا وباش تتعلموا وناس كل تتعلم من تجارب غيرها اون توكا امنا ميرسي على الميساج يعطيك الصحه و فريمون فريمون كي قريتو سما توشي سما توشي بوكو ميرسي امونه نمشيو نتعديو للموسيقى لا قبل بربي نبيك قلت لك فما كومونتير اللوج عليه باش نقرا هو انه فما امانه مستمع يقول في سؤاله قال لي دي شين تيليفيزي تبيع في برودوي كي اوغمونت لو فوليوم دو بينيس سي فري او با سي برودوي كنا جبنا فيه فلان راهو شوف سي رامي كمون كما حكيت انا وكما حكى البروفيسور منصور الفقيه راهو ما فماش لا دواء ولا منتوج ولا حتى شيء ينجم يطول في القضيب هذه راهو كلهم هذوما شركات عالميه لقات السذاجه نتاع الرجل الشرقي بصفه عامه خاصه او حتى في الغرب زاد موجود زاد كيف كيف انهم مشكلتهم هو كبر القضيب فبالتالي ولات تعمل في منتوجات
هي منتوج عادي ما فيها حد شيء. الشكل التقى العلبة المحتوى متاعها كبسولات أو بعض المراهمة والكريمات المرتبة اللي تقول أعمل بها مساج وغيره مدة 5 دقائق ومدة 10 دقائق وغيره، لكن المحتوى ذاك له ما لا يزيد ولا ينقص، عبارة إنسان صب الماء على روحه وكهو. وذيك هي المشكلة، نعود نقوله أنه القاو في سذاجة الناس هذوما، الأشخاص هذوما، وفي معناها تقلقهم من قصر القضيب متاعهم ترى باش أنهم يروجوا المنتوجات هذية ويربحوا فلوس على حساب السوفرانس أمان لا أكثر لا أقل. دونك رد بالك منهم المنتوجات هذوما اللي تشوفهم في الشان تيلي. وفما الحل الوحيد كما قال الأستاذ منصور أنه فما هناك تدخلات جراحية يقوموا بها الزيرولوج، يقوموا بها في فرنسا يعطيك الصحة، يقوموا بها الزيرولوج. وإذا أنت عندك مشكلة من النوعية تنجم تتصل بأي طبيب مجاري بولية في تونس وهو ينجم يفسر لك الحكاية كيفاش. ثم شكون كلم عدنان اون بريفي دايوغ تو كان يحكي معايا عدنان ساعات من مداخلات الضحك سي فري وي سي بون شنو ان فيت كلمني ان اوديتور دونك الى ديا باسي معنا سور انتين il m'a dit en dans années 96 il a mana hat nhal al qadim nta que c'est une solution maintenant pour un peu gonfler le truc c'est vrai pour 2 ou 3 jours ben c'était pas c'est efficace normalement mais quand il a dit ça mon four قال qu'il a pris du volume كبير معناها اي معناتها سامحني يستحمل القرصان نتاع النحل ولا هو مش انا معناها مش انت ولا سي جوست جي فولي باسي لي ميساج باسكو كلمني قال لي دونك صارت ليكسبيريونس هذه هو عملها اون بيرسون معناها ما تجيش لا هو عملها اون بيرسون قال لي راني عايش سيي كل شيء اما يعملها لو ديجا قرصت النحل توجع bien sûr toujours on dit tu avais pas encore toujours quand ça n'a donc moi je suis stable une idée qui a été appliquée ou خليك تنفخ pour 2 3 jours mais c'était pas efficace normalement c'est ma soul tasse ma fine c'est bon je sais pas rabia la nouvelle technologie elle est allée à le Canada la حكايه مش خاطر النحلة ماهيش مش تنفخ دي الفرطان اللي فار من القبيل مش تولي كيما الغونفلمون مش يولي كيما قلتوها هازيت معناتها دي جيم ماهيش ماديش بكل ما فما حتى حل انه بخلاف لانجيكسيون نتاع لاغريس اون دسو دو لاطو وتتعمل نتاع نيرولوج ما فما حتى طريقة باش تنفخ التكنيك هذه حاجة الأولى وثانيا الوقت اللي تنفخوا لاخاء مالك اللي تنجم تنفخوا بالهواء تخسر اوليجيبيتي شومبرير Oui. Ça fait de la rigidité complètement. Donc, l'arcane est fait. Tu en penses qu'elle va faire un peu comme la haute. On est venu à l'arcane, tout ça. حلوة هذي معناها وقتها معناها باش تولي مشكلة سي منصور ليه المشكلة وين؟ يولي واحد كل رجال كل تلقاه مربي نحل في الدار المشكلة ما عادش نلقاه عسل التوانسة ما تلقاهش العسل يتقص المشكلة سي با سا يوليش يهبط عسل والمشكلة مش غادي كي تقص قال لك مش يونيفورم يطلع كاك البنو عرفت بنو الكهرباء كي تقفل لا حول ولا قوة الا بالله نسمو سي فري سي فري هشام بروفيسور منصور يعطيك الصحة اليوم اللي حضرت معنا بالرغم من انت مريض وصارت معنا بالتليفون حابينك تكون بعدنا لكن لضرورة احكام في نير كان عندك ما تقول ولا تمارش في العادة السرية ولا ماشي عندك انتصاب وغيره حاجة كل شيء مريقل عندك انتصاب دونك ما فما حد شيء باش يمنعك انك تمارس علاقة جنسية تبقى لازم تلقى الشخص الانسانة اللي تتفهم الاعاقة نتاعك وتقبلها وتخليك معناها تعيش معها علاقة جنسية عادية معنا دكتور سي منصور مرحبا نعم وبيك كم نسمع في الأخ افكتيفون بالمرض هذايا ما انه العظام كلها تتكسر رابيدمون وما انت بيلك ما تنجمش تقف هكا ولا ما تنجمش تمشي ولا ما تنجمش تقف شوف وما تنجمش المرأة تجي فوق خاطر كانها تجي فوق تكسر لك الباسا وفوالا هذاك شكون باش نقول هذيك هكا ولا صحيح
دونك باش نصعب برشا انه العلاقه ما تعرف العلاقه الجنسيه انه علاج تكرر في المعبد معناتها يا انت تاخذ وتبوجي ولا شكون المراه تشوفك دونك العمليه هذه باش تصعب برشا تكنيكمون سي فازاب ما زالها انفراستركتور انه امبورتونس تهزها تنجم تقعد عليه نجم كان المراه كان عندك صديقه ولا لا ما نعرفش اما تنجم المراه تحبوا نداعبوا الناس الساده المستمعين بكلامنا بكلمه حلوه بضحكه بتفرهيده باش نحاولوا نكونوا اكثر معناها افاده لهم. وي اكزاكتومون هشام دونك هذاك هو نحن الهدف نتاعنا اليوم وان شاء الله ديما نطرحوا مواضيع هذيا نحكي اذا كان مش موجوده معناتها في المدارس ما نساش تقرا فيها مش مشكل. ولا عجبني زاد هذاك السيد اللي قال لي الحكايه قال انا نعاني من المشكله هذه عندي 27 سنه يعاود يرجع من بعد معناها كنت نتذكر كنت نحكي انا على حكايه العقده في الحال معناها الاماكن العموميه يتذكر قال صحيح اي نعم انا زاد كيف ندخل الحمام عموما يعني معناها بطريقه عموميه ونسكر الباب على روحي عمري ما نمشي معناها اللي بالواقفه لانه يخاف ولحد يشوفه اكزاكتومون. اي فوالا 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 دونك هكايا وصلنا جينا وجه الحامدي ستي سان تابو يا فم احلى راديو احلى مستمعين في مردي سان تابو مردي سان تابو اليوم نتناولوا موضوع هشام حجم القضيب ودوره في العلاقه الجنسيه. بس سمك اليوم باش نتناولوا موضوع شنو يا ليلى؟ حجم القضيب وعلاقته بالعلاقه علاقته بالعلاقه. دونك نمشيو تو سيت هشام التليفون معنا مدام بسمة. عسلامة مدام بسمة. مدام دونك هذا موضوعنا حجم القضيب نقول فيها حجم القضيب دونك على 70 0 16 0 30 والا على 31 380 الف لي كومنتير نتاعكم على باج فيسبوك دو اي اف ام. يلا تليفونات قاعده توا تشعل 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 تو دو سويت كوجا للموسيقى ونرجع لكم نسمعوا ذا بوليس روكسانا بعد عمرو ذياب الليله اخذوا معنا على احلى راديو اي اف ام مردي سان تابو. اي اف ام احلى راديو احلى مستمعين في مردي سان تابو نتقابلوا في موعد جديد في مردي سان تابو حتى مردي ساعتين نتاع الصباح نحكيو اليوم على مناشطة مالدي سون تابو عندها حجم التذيب كذو سوف تغادر الستوديو وتترك هشام وكجة وعدنان وحدهم في الستوديو ربي يشكو شو شوية الكومنتير ايه في الواقع برشا رجال يشعروا بالقلق من انه ينجم يكون حجم القضيب نتاعهم اصغر مما معناها اصغر من اللازم اسمعنا معنا اللي الحمد لله برشا نساء برشا نساء يمشي في بالهم زاد انه النشوه نتاعها والاشباع الجنسي نتاعها مرتبط بحجم قضيب الرجل وهذا غلط 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 وكيما برشا رجال يمشي في بالهم انه معناها لما يشوف يمشي في بينه هو تعرف السبب الرئيسي شنو هو الافلام المسوده الملوده نتاع البورنو اللي يتفرجوا فيها لكن يشوف في القضيب طوله من 80 سنتي 90 سنتي هو ناسي اللي ضاربينه بالفوتوشوب وضاربينه بالتريكاج ومزرقين له ونفخينه وعاملين له الواحد وحتى عمليه الفراغ كي تشوفوا الفرق وصار باكو حليب خارج معناها شيء هذاك كله تريكاج كله تريكاج كله تريكاج معناها كي تشوف حجم القذيف في فيلم بورنو تقول هذا النجم دق به مسمار في حيط معناها ما 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 كله كذب كله كذب وكله تركاج وكله معناها صناعه سينماتوغرافيه باش يروجوا بها الافلام الاكثر الاقل هذاك مش هذاك الواقع نتاع الجنس في العالم واقع الجنس واقع القضيب راهو حاجه اخرى راهو فما دي نورم
فما دراسات أثبت ليلى باش نحي حوايجها مش حوايجها تي واحد شو اسمها شو اسمها هذيك تسميها؟ تي حاجة بولي مش كيما نتاع فلان لا أكثر داجون وقتها مسكين حكمت عليه بالإعدام المسبب طبعا والله مش طبعا بالسبب ليزي هو يكون معقد من الحكاية فتزيد تصب عليه فرد مرة استلم بارد وتفشلوا طيح له الهواء يا لطيف يا فالريزو يطيح ولي طيح الريزو ما عادش يقوم له قائمة دونك كما قلت فما الرجال ديما يعطيوا أهمية كبيرة لحجم القضية وفي الـ في الـ في المجتمعات الكل الشرقية خاصة يعني عند العرب والمسلمين فما ارتباط وثيق بين حجم القضيب والذكورة يعني الرجال يربطوا فحولاتهم وذكوراتهم بكبر القضيب معناه وكأنه ما لازم يكون عنده ابن شداد عنده 3.5 متر باش يظهر هو راجل فهذا كله غلط بعد نثبتوا نقول ثم شكون بعثنا ايميل سونو خاطر اللقب سهم شويه ايميل بليتو كومنتير يقول انا عاني من المشكله هذه عمري 27 سنه عمري ما عملت علاقه جنسيه بسبب الحشمه من صغر القضيب ونخمم كيف نعرس ووليت معقد من الحاله نتاعي يعطيك الصحه السيد هذايا بارك الله فيه اللي شارك معنا وقتها رايو وحنا نحمد بينا كان برشا ناس كيف هو يعطي رايو طنفتوا بعد اللي الكلام يقول فيه راه مش حبيت معايا شويه نوسع هو حشم باش يطلبكم هو عنده مشكل في الحجم الكبير معناتها اكثر من اللازم قال لي فماش بوسيبيليتي نعمل عمليه ننقص فيها قال لي ايش امي تحمد بيا على حسان وشنو تحمد على حسان امه ها والله عقد الراجل يقرب لي من فامي مسكين ديما يحكي معايا قال لي ضيع فيك مشنعتها انت ضيع فيك مشنعتهم الجماعة ايه يا شيخ ايه يا شيخ ايه بايا شيخة اسمعني هذا اللي يكون منك نعمل عملية اللي يكون منك وأم متوحمة على حسان تسمع فيها تسمع ما نجموش نلقاو له حتى حل خاطر الحاجة هذيك خارج تونس اللهم أمه حية ولا ميتة حشيك قال لي امو حايا قال لي مسكين قال لي انا تي الماما انت نلبس السكليزم باش نغطي باش نلبس السكليزم باش السلوان عربي قندليس عربي وكا وشنو مش قال لي باش نمشي نرقد معاها قال لي من تغرب تخاف مني انت ريتو ما ريتش انا انا مش زبد عليك انت باش يقعد يفلم عليك شكون هو فشعت هو حب ينقصوا فيه اسم منصور جماعة لا ما ينجمش المشكلة نتاعو أكثر من اللي بدا القضيب فيه المشكل الكبير أصلا هو أنه أمه تحمت على حسان هذاك المشكل الأساسي لا ما ظهرليش كان تحمت على حسان أبوه ديجا حسان ما نطلب وي بسمة وي اسمعني ايش نقول لك صدقني والله نحكي لك سيد صدق مانيش نكذب عليك فهمناك يا بسنا مصدقينك ورسختي مصدقينك ما تحبينك راهي ما هيش مش عمره 30 ولا 40 سنه عمره 57 سنه زين طيب ما فماش علاقه مع العمر ما فماش علاقه مع العمر يا مدام اي باغي يقول لك مثلا مش كيما واحد في 30 في 40 في 40 في 50 لا لا هو مش لا ما يطولش ويقصر سنه ولا ايش فهمت اي معناتها قال لي عندي رغبه في الجنس مش نورمال قال لي مانيش عادي جنسيه. صار 57 سنه يحب قال لي يومين مره بيا اكلي معناتها جاتي لامور دو تخوا فوا كاتخوا فوا. انا نسولو السيد هذايا بسمه. عارفك انت مطلقه وقاك مطلقه قدامه في ثنيه لا ولا لا قاعد يغري فيك لا والله ما صار بيناتنا حسن وبستناني وقرر قسما بالله ما يخرج لي وما انت وقت انا لا
بو نمشي تو سويت نعطيكم ساعة نمرو تليفون على 70-16-30 وإلا على 31-380-1000 تو سويت نسمو كارلوس سانتانا ماريو بعدين مروان خوري حبي الأناني أخذوا معنا علي FM أحلى راديو 100.6 FM أحلى راديو أحلى مستمعين في مغدي سانتابو مغدي سانتابو اليوم نحكي يا هشام على حجم القضيب والتأثير على الجنسية كما بكرة دي محبش تقول هاني قادم هولي العلوينة نرشت لا العلوينة بس عادية باية تحفون باية ما انتي هولي سفقها اليوم بربي حاجة أخرى معناها الناس اللي ما يعجبهاش الموضوع ولا تتقلق في الموضوع مش لازم تقعد تسمعنا تنجم تبدل الموجة تشوف إذا أخرى تسمعها ما غير ما يطلبونا ويسبونا يعني هذه حاجة نصيحة بربي بارك الله فيكم حبيت نقول قبل ما نمشيو ناخذوا سي منصور معنا على الهاتف حبيت نقول انه فما بعض الرجال يوصل بهم الحد الى التفكير في القيام ب معناها عمليه في زياده حجم القضيب وهذايا معناها خطر كبير معناها شوفوا كان شوفوا تحلوا الشاشات التلزة الأجنبية ولا قنوات الفضائية تشوفوا هاك الببليسيتي اللي عملوا فيها على الأقراص المطيلة للقضيب والأباري معناها فما ماكينة يوريه يقول لك هذه تطول في هذه أولا ثانيا برشا عباد عملوا العملية طولوا بسنتيمتر وزوج سنتيمتر وصلوا حتى زوج سنتيمتر يجني مشكلة حتى في زوج سنتيمتر نص أوفيرون ما هو تعرف الاناتومي ما هيش العباد كلها كيف كيف فما عباد دو سنتيمتر دوتر دو سنتيمتر وقت تكسر الليجامون هذاك كومبليتمون يولي سكون ابل ان بينيس بالون شي معناتها بينيس يعمل كيما لي زيفي دو مونت 360 دوغري ولور دو لا بينيتراسيون في العلاج البينيس يمشي لجهه والراجل يمشي لجهه ويكوز بوكو دو بروبليم هذه المشكله اللي قلناها نشوفوا انه في بوسطن ويعملها اروين كورشتين العمليه هذه قاعدة رواج كبير بالنسبه للاسوي للازياتيك خاطر ما تفهموا الازياتيك جينيرال مقصار والبينيس نتاعهم والبينيس نتاعهم قصير وما انهم موجودين في امريكا يقارنوا معهم هما والبيض الامريكان او الاصفان الامريكان سي نورمال هما صغار وكما قال الدكتور هشام توتالور في لي سال دو سبور العباد كلها تقعد تقيس في بعضها بالعينين سورتو في امريكا من عادات لي سال دو سبور انه العباد يحوسوا من غير بش دونك هما جاهم كومبليكس وعملوا العمليات هذيك وفي العشر سنين الاخرانيين العمليه هذه بعض المشاكل في عدم ثقة بالنفس فنجم نقول لهم انه بيبان نتاع المختصين في علم الجنس وفي علم النفس مفتوحه في انكم تتصلوا بهم وهما ينجموا يساعدوكم في العلاج وباش تخرجوا من القلق اللي انتم فيه والخوف والعدم ثقة اللي انتم فيها وتتغلبوا عليها وتتجاوزوها الشيء اللي نجم يصلح نظرتكم للحياة نظرتكم للعلاقة الجنسية ونظرتكم للعلاقة الزوجية بما أنه غالبية الناس هذوما أو الكثير منهم يتفاداو حتى إقامة علاقات جنسية عابرة أو يتفاداو حتى الزواج هروبا من أو خوفا من أن يقال عليهم أن قضيبهم ليس في المستوى اكزاكتومون هشام كان سي منصور مازال معنا في الخط يحب يزيد يضيف حاجه موجود سي منصور معنا سي منصور معنا تفضل سي منصور تفضل بربي انا من الذي جو في دو غمارك لا بروميير انو كونسيرنون الممبران اللي حكينا عليها بكري سي هشام الى انتخدوي دو سوجي فما لا مالادي دو بيروني تذكر وي وي اون مام تون فما نقولوا لا فراكتور دو بينيس يعني أن البنيس يتكسر تشوف أنه زي ما مثلوا لا في البنيس ما فماش عظمة هذه بعد أنوس ممكن فما حكاية زوز كذا سنتيمتر أنا مش قلت وش معناها بحمي ولي تستيكول متاعه في وسطهم لدول تستيكول أي أي موجودين زوز أنا مرة هزيت على الزوز حبيت أشوف الحكاية دي مرة مريضة أي حكاية وتعرف انت هو يبدا على ريكسيون في الصباح في الليل وقت لا يرقد ولا وقت لا يقوم ولا
ما فهمتك في ماتور عنده الانتصاب ما تعرف وقت اللي الراجل يرقب يوقف هاي هي فهم فهم هاي خذيه من سنتيمتر في الجبال كان حكيت 4-5 سنتيمتر يعني. ولا. قبل كل شيء هو مازال في 13 سنة يعني حبيت ان نشوفه هو مازال صغير اي هي تنجم فما الجيرولوج تمشي للسيرفيس جيرولوجي في تونس وهما توا يعينوا يشوفوا العضو الذكوري نتاعه ويقولوا بالضبط شنو نجموا يعملوا وشنو نجموا ما يعملوش بارك الله فيك منصور انا نمشي انت بلا ما جهة في تونس انا في اريان انا في حي النزهة خير ما نمشي لان دي 3 سنتر الموجودين في هاشو تحت عربي سنتر هوسبيتالي يونيفرسيتير صالحة تونسية تقول ماشي بور لا سيونس و سي تري سي تري 5 سنتيمتر بور 14 ans است كو نورمال ولا سي فو بلي انا في منو باش سي فو بلي عطيني اقل سبيساليست في ناس ولدي و ماشي بيان 5 سنتيمتر 14 ans ما نعرفش انا في معناها في حالة انتساب او في حالة هو راقد ما نعرفش لكن في منو تنجم تمشي للمستشفى كان فيها مستشفى في منوبة أو تشوف أخصائي في المجال البولية في منوبة ينجم يعاونك ريمان تقول سي هشام بربي أقرأ لي الكومنتير نتاعي برافو ليك والمدام ليلى يعطيكم الصحة احنا في حاجة المواضيع هذه في مجتمع جاهل يحرم كل شيء شكون آخر ولا فما كومنتير آخر دونك نرجعوا له هشام باه اوكي معنا خاطر تليفون تحب تقنع توا كان موجود سي لا مازلت ضايع داكور خاطر فركس هشام نمشيو تو دو سويت للتليفون اخر ويظهر لي باش يكون اخر تليفون هاك ولا لي باجا نو مش اخر تليفون اخر تليفون داكور دور صاف على سلامه لله عزيمه شنو احوالك عليكم يعيشك عزيزتي وانت صباح الحمد لله والله الحمد لله كلامتكم يوم جوست خاطر وعدت في هشام تحرق اللي كتب لي على عزيزتي الكل أكيد ناس ما أنت ناس مخاخة كان في الحكاية هذه أنت يوصلوا أوبسيسيون يعني وليت شنو أوبسيسيون وليت يس إلى يوم الناس أنت اليوم ما نتبذل يستناو فيه الحق الحس هذي عمل الناس كل اليوم مراك عليها اليوم ناس هو شركة ما انت بالغ ويس عليش احكو فيه عليش والله ما نعرفش عليش ما انت تنجم تقول عقلية ما انت وصلوا معناتها كل يوم ما بريس كل يوم يتبهوا يوريوا معناتها عادي معناتها جدا فهمت معناتها اللي باش يتباهى كان بالقضيب نتاعه معناها بالنسبة لهم هما الرجولية هي هذيك القضيب هذاك هو وكان معناها لا يقدر نهار ربي يصيب مصيبه وما شو معناها ولا ما شراش السيد هذاك والله نورمالمون ديجا عندنا احنا شكون حاله غادي مسكين يوصلوا ينحيوا له دبشه باش يشوفوا له الحير نتاعه فهمت شنو هو انت وصلنا للمستوى هذا يا وليد اي احنا نعيشوا في السيدات هي وانا قعدت متردة شوية ومن بعد قلنا بهم فازية ودي حتى ياسر وريزو طايح والدنيا ماكلة بعضها واللي هز عليا تليفوني يكلم فيا بالسرقة بشوية لا يكلم فيك خاطر لونتين محلولة على ذلك خاطر الميكروويت محلولة به موضوع انا عجبني وكهو فهمتني ويعطيكم الصحة برشا كما قلت لك فهمتني انا ننصح برشا وخيان بحق يتولعوا برواحهم شوية يعملوا حاجات من هكا بقدرة ربي مورال ما يحس بروحه تحسن ويحس بروحه مريقل يخس نص ساعة كل يوم بحكاية كبن هكا شوية انترين ما شوية كذا سبح بكري قدرة ربي لاباس ومش مشكل حتى شوية غشيخش يعملها يعني حتى اللي هو تفيده في حياته هو مش مشكل
معناتها مش عيب ولا حرام. علاش العيب ما نقولوش عليه عيب في الشارع وقت نسمعوا الفاظ سوقيه وقت نسمعوا السبان وقت نسمعوا كلام خايب برشا برشا والكلام على الاعضاء وعلى برشا حاجات ما نفهمش فاهم يفهم ولا نسمعوه ونتلذوه ونبدوه عادي نبدو نسمعوا فيه لكن وقت نسمعوه كثقافه جنسيه نتقلقوا علاش ولا علاش. نحب نقول فما يوسف مولهي كومنتير جاي من عنده يقول السلام عليكم عجبني برشا الكومنتير نتاعو يقول الفايدة كي نعرف نوصلوا المعلومة للمستمع كهو بالنسبة لي هذه ثقافة لازم الإنسان يعرفها واللي يحب الجاهل سيدي خويا يفهمها لوغ تخمج اكزاكتومون يا يوسف. ميرسي مراد يعطيك الصحة خويا مرحبا بك على غاديو يا فهم ان شاء الله هكا ديما منور. عندنا لي تواليت بيبليك اللي بالواقفة فتلقاه يخجل من انه حتى باش يمشي ينقص الماء بالوقفه خوفا من ان يطلش عليه حد ويشوف اي موجود تلقاه يمشي ديما الحاجه المغطيه معناها البيت ولا عقده في حياته هذا الناس برشا عباد عندهم العقده والشيء هذا سبب له كما قلت لك بطول المده تسبب له انه حتى يولي يتفادى انه يمشي يقي مع علاقه جنسيه يا يتفادى حتى اصلا الزواج والدخول في معناها علاقه جنسيه عاديه. معنا في تليفون هشام استاذ منصور الفقيه مالوغوزمون كان نورمالمون يكون بحضنا لهنا حاضر معنا في الاستوديو لكن مريض شويه ان شاء الله لاباس. بروفيسور منصور مساء الخير. مساء النور يا سيدي شنو احوالك لاباس عليك؟ مرحبا سي منصور شنو لاباس؟ ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس عايشك ما نحبوش نتعبوك برشا استاذ منصور. لا تفضل جي بخي خذيت دو كومبيني دو كودايين دونك لاباس اي بي ان شاء الله لاباس. استاذ منصور اليوم ما نحكيو بيان سور على تاثير الحجم العضو الذكري على العلاقه الجنسيه في الحكايه هذه كما تو كان يحكي هشام على الحجم الكبير والحجم الصغير انه ما فماش معناها حتى نحل القديم نتاع قالك سيتي اون سوليسيون معناها بور ان بو غونفلي لو تروك سي فري قالك وتنفخ بور دو تروا جور بس سيتي با سي افيكاس نورمالمون هذا مي كان قالك نهارين ثلاثه منفوخ مي منفوخ قالك الى بري دو فوليوم كبر معناها اي معناتها سامحني يستحمل القرصان نتاع النحل والله هو مش انا معناها مش انت فوالا سي جوست جي فولي باسي الميساج باسكو كلمني قال لي دونك صارت ليكسبيريونس هذه هو عملها اون بيرسون معناها ما تجيش لا هو عملها اون بيرسون قال لي راني عايش سي وكل شيء اما يعملها لو ديجا قصه النحله توجع بيان سور توجع ودي تبع باش تقعد توجع قص النخله دونك ماش في استمتع بالله اون ايديا كي ايتي ابليكي وخليك تنفخ بور دو تروا جور مي سيتي با ايفيكاس نورمالمون سي مسؤول تسمع فينا اسمه نسمع فيك ربي يديك لا نوفيل تكنولوجي هذه عالم جديد وصلها لكندا الحكايه ما تصيرش خاطر النحله ماهيش مش تنفع دي الفرطة اونيفارم القبيل مش تولي كيما الغونفلمون مش هو اللي كيما قلتوها هالبيت معناتها دي جيم ماهيش ما تجيش بكل ما فما حتى حل انه بخلاف لانجيكسيون نتاع لاغريس اون دسو دو لاطو وتستعمل تاع النيرولوج ما فما حتى طريقه باش تنفخ هذه حاجه الاولى وثانيا وقت لا تنفخ ولا خاء المال كانت تنجم تنفخ بالهواء هذا احلى ما تنجمش بكل الحوايج هذه اللي حكى عليها الاخ وي برافو بالحق هذا الكلام اللي حبينا نقولوه بروفيسور منصور ولكن راجعين معاك من بعد بشويه اقعد معنا نمشيو نتعداو تو دوسويت للشاب مامي باريزيان دو نور ومن بعد يجينا الاخبار اقعد معنا في مارتي مردي سان تابو اي اف ام احلى راديو احلى مستمعين في مردي سان تابو نرجعوا للتليفونات حتى توا قاعدين باش نكملوا بسرعه 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 وي هشام ربي جوست نحب نوجه رسالة مع الأسف أنا ما حبيتش نتكلم ما حبيتش مش نضحك نجاوب وما حبيتش نعلق على بعض الكومنتارات الخارجين على معناها الموضوع اللي احنا نحكيو فيه ولكن لما توصل لدرجة أنه الشخص هذا يوصل يسبنا
ويوسف ويوصل يعني يتعدى على حرمتنا مش حرمتنا يتعدى على أشخاصنا وعلى على قيمة الإنسان العلمية وقيمة الإنسان الفكرية وقيمة الإنسان الحرفية المهنية والصحفية وغيره وغيره وغيره. هذا الشيء سيف العباسي نحب نقول اسمه سيف العباسي. يا سلام. الغريبة أنه يردنا حثال المجتمع وخماج وغيره وغيره, لكن الغريبة يا ليلى كيف تدخل الأحجام الكبيرة موجودة في العالم أجمع كما في تونس موجودة أكثر من لازم رأى مش معنى تأكل معنى أكثر من لازم معنى أنا كنت قول أكثر من لازم معنى شيء ما تراك أكثر مش كما كان يحكي دكتور منصور قديش هكاك كما موجودة الحكاية قديش أعطيني بلا أعطينا أخذ أسمعني أقعد معنا وسي منصور شي جابك أقعد معنا بيه اوكي نمشي التليفون الثاني. ميرسي بسمة. سي منصور معنا ايه معاك سي منصور ويتفضل سي منصور خويا دختنا اليوم لحق الدار. اولا موجود افكتيفمون مي ستاتيستيكمون قليلة برشا هذه اولا. ثانيا شنو هي المشكلة نتاعه انه المرأة اللي قدامه تترجع أي تتبجع في تترى خطر هو عنده القضيب متاعه كبير باش ما كانها الباسة لبخاتيك ما هيش باش تتبجع بما ما بخيشي معنتها شنو الانكونفينيون متاع قضيب كبير أنه وقت يبدأ اكستريم مومون كبير بالحق مشكلة مشكلة أنه الفاجا ينجم كبار شوية ما ينجمش كبار 40 سنتيمتر 35 سنتيمتر دونك المرأة تبدي توجع عشان هو هكا قال يقول هكا الدكتور أي ولهذا مثلا المرأة تبدي توجع أي المرأة هكا له لا يزيد ولا ينقص عبارة إنسان صب الماء على روحه وكها وذيك هي المشكلة نعود نقوله أنه القاو في سذاجة الناس هذوما الأشخاص هذوما وفي معناها تقلقهم من قشر القضيب نتاعهم ترى باش انهم يروجوا المنتوجات هذه ويربحوا فلوس على حساب السوفرانس اومان الاكثر لا اقل. دونك رد بالك منهم المنتوجات هذوما اللي تشوفهم في الشان تيلي. وفما الحل الوحيد كما قال الاستاذ منصور انه فما هناك تدخلات جراحيه يقوموا بها الزيرولوج يقوموا بها في فرنسا يعطيك الصحه يقوموا بها الزيرولوج. واذا انت عندك مشكل من النوعيه تنجم تتصل باي طبيب مجاري بوليه في تونس وهو ينجم يفسر لك الحكايه كيفاش. ثم شكون كلم عدنان اون بريفي دايوغ تو كان يحكي معايا عدنان ساعات هم خليت تضحك سي فري وي سي بون شنو ان فيت كلمني ان اوديتور دونك الى ديا باسي معنا سور انتيت il m'a dit en dans années 96 il a معنا حط نحل القديم نتاع que c'était une solution maintenant pour un peu gonfler le truc comme si vous voulez c'est vrai qu'allez que vous t'en faire pour deux ou trois jours ben c'était pas c'est efficace normalement mais quand quelqu'un a une tête à mon four mais mon four quand il a pris du volume il faut une tête à temps qu'il m'a manjoute ça y est d'accord à te faire que c'est cher nous m'chou tout de suite le téléphone et le volume je connais le téléphone à quoi il est pas jeune. نعم مش اخر تليفون اخر تليفون داكور دور صافا عسلامه لالا عسلامه شنو احوالك ازيكم يعيشك عزيزتي وانت صافا الحمد لله والله الحمد لله كلامكم اليوم جوست خاطر وقت في جيشان تحرق اللي كتب لي على عزيزتي الكل اسمع من ساترين كيسا وش الله يعجبوكو اسمع بحضورك الأرضية متاعك اي بيسيو نحن مش هكيك رو نعديو الشعب نحن يزلنا انو بيسيو سيي سي بون باجة مريك ده أمور أمورة واضحة باجة يودي يلا تو دو سويت توب مجيس البيلي نهار اللي مرأ فيه نجمشي هو سبيشال في كل شيء حتى كي قرا عمل سيكسولوجي غرامو لي تابو يحكي في المخبي وتوسكي انتردي علمني الجرأة في كل وقت بس المغل المغدي في نهار كنا اليوم تولد عايب تفرح به جاي متفر يمكن حتى من الفرحة ذغرت عليه اما اليوم مش كان عايلته احنا الكلنا في حاجة ليه هو اللي حاجته لدوينة والسلامة
هو اللي كي حبيت نمدح في فضله ما لقيتش تعبير ولا عملني بكلام. تحمل عشان ولا شنو ماهوش مستمتع ماهوش مستمتع ويهربوا منه معناها عمره ما كان الطول هو له معناها ريفيرونس انت والطريقه كيفاش يعطيك الصحه هكا مش نفهم الكاليتي نتاع الاكت والطريقه كيفاش تتعامل مع المراه هي ذيك اكبر دليل على رجول الانسان وفعولته ما عدا ذلك يبقى ديتاي من كيما لي ديتاي الاخرين الكل المداعبة تجيب يعطيك الصحة أنت هنا المداعبة تجيب كأنك قلت اللي قد جيب اللي قد جيب يعطيك الصحة حسين وبارك الله فيك على تدخلك معنا يعيشك وليد ميرسي بوكو يا سيدي مرحبا بك يا سيدي على راديو اف ام تو دو سويت نمشيو نرجعو الموزيك انا اسمو ستروماي سوميزا قبل لاباج بوش شنو ريجيم تحب تقول حاجة؟ إذا جبت فقط معناها الفكرة الغالطة اللي هي انه الطول القضيب هو مفتاح سعادة الرجل هذه لو فكرة غالطة ولازمنا نشطب عليها باستيلو معناها لو كان نعنو استطلاع رأي فريمون استطلاع رأي مع 50 رجل و 50 امرأة ونجدوهم نطرح عليهم السؤال هذا تشوف النتيجة اللي نخرجوا بها وي Exactement. Donc, nous sommes tous les deux avec vous, mardi satin, dans le soir, mardi sans tabou. Bon, ok. Ça n'a fait un mot de même, j'ai un mot de délire. شوف ما عنده حتى دخل الزات في الطول وفي العرض وفي الواحد ربما عنده دخل شويه في الاكسيتاسيون ما عنده دخل كثير ما عنده دخل ما ياثرش على السكس ما ياثرش على السكس على معناها الشكل الطول والواحد ما ياثرش عليه ربما ياثر اذا يداوم ويكون مدمن عليه ياثر على نوعيه العمليه الجنسيه او ربما ياثر يداوم عليها شويه ويأثر ربما يأثر من بعد يعمل اضطراب مثلا جنسي كما نقولوا عدم القدرة على الانتساب أو قذف سريع أو غيره وغيره فهمت؟ في عنده عدم القدرة على الانتساب أي دونك يأثر من ناحية عدم القدرة على الانتساب لكن ما عنده حتى دخل في الطول وفي العظم ما ينجمش يأثر من ناحية عدم القدرة على الانتساب ينجم يأثر الدخان والمخدرات على الذي فهمت؟ أما نصيحتي نوسع نوسع من فاميك هو حشم باش يطلبك هو عنده مشكلة الحجم الكبير معناتها أكثر من اللازم قال لي تمش بوسيبيليتي نعمل عملية ننقص فيها قال لي إيش أمي تحمد بيا على حسان وشنو هي تحمد على حسان أمه ها شنو والله حق الدرسيزو أنا وي نسمع فيك تسمع فينا ولا ليه اي نسمع فيك اي حتى نحن نسمع فيك يا بسمة تفضل قلت نحكي مع الدكتور اي اي انت مطلقة اي وعندي انا ني يعني توا معناتها عندك صاحبك تاع مع علاقة جنسية اي لكن مش كيما معناتها كيما كنت مع راجلي هو كيما تحكي انت معناتها بقى في الدفاع ما نتمتعش معاه جنسيا فهمت صاحبك؟ انت هنا المشكل نتاع برشا نساء يعملوه انها لما تكون مثلا نقولوا امراه مطلقه والا فتاة معناها عندها علاقة جنسية مع تحب تعمل علاقة جنسية خارج إطار الزواج فلما تقوم بعلاقة جنسية عمرك ما يلزمك تعمل مقارنة بين طول هذا وطول الآخر إنه كل شخص عنده شخصيته كل شخص عنده معناها طبيعته كيما أنت شفت كيما القضيب عند الرجل هو نفس الشيء بالنسبة للمهبل عند المرأة كل المرأة ونوعية المهبة نتاعها كيما كنت نوعية القذيب نتاعها. يعني انا سكسيل ما متمتعش معاه فهمتي. تعرف علاش سكسيل ما متمتعش معاه خاطرك انت حطيت في مخك دي سكسيل ما متمتعش معاه باعتبار عملت مقارنة مع سنو على قيمة الانسان العلمية وقيمة الانسان الفكرية وقيمة الانسان الحرفية المهنية والصحفية وغيره 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 هذا السي سيف العباسي نحب نقول اسمه سيف العباسي يا سلام الغريبه انه يردنا حثاله المجتمع وخماج وغيره وغيره لكن
الغريبة يا ليلى كيف تدخل البروفيل نتاعو السيد هذا التصويره الفوتو الفوتو دو كوفيرتو اللي عملها نتاع انسان يشطح على واحدة ونص في مدينة الخلعة ويبوزي تصويره بمدينة الخلعة اي مدينة الخلعة لا حول وبصراحة برجولية نقولها بصراحة وشخص كيما هذا ماذا متأثر من الموضوع كيما هذا نحكيو فيه يا اما ما عندوش يا اما صغير برشا القضيب نتاعو نتعداو يلا نمشيو تو دوسويت التليفون معنا منير عسامة منير مرحبا بك منير منير تسمع فينا ولا لا الو الو منير نمشيو لحمدي تليفون الثاني حمدي عسلامة مرحبا بك يا حمدي سلامة مرحبا يا خويا شحويك لي يعيشك ربي فضل هشام بون انيفرسير يا هشام ماشي حمدي عش خويا بارك الله فيك شكرا سامحني باش نرجع دو مينوت على كلمتك توا قال لك لا يقاس الجاهل بجهله واضح واللي عنده عيب راه تلقاه خايف منه حاشم به يولي عايب به غيره احلى راديو في مغدي سانتابو مره اخرى نرحب بكم الكل بيان سور اللي التحقتوا بنا توا تو دو سويت توا نوصل له 45 دقيقه نعاود ذكركم بالموضوع اليوم نعاود ذكركم يا سيدي تاثير حجم العضو الذكري على العلاقه الجنسيه فوالا هشام صافا اموري واضحه حتى توا اي لا هكا بالك بربي توضيح صغير باش حبيت نضيفهم بك نسيت ما نقولش عليه انه بالنسبه للنساء لو كان نسأل وغالي بي تنساء ونتحول لهم السؤال كما قلت لك من بكري فأنه كبر القضيب أو قصر القضيب أو غيره باش يكون في أسفل معناها قائمة أولويات المرأة بالنسبة لاحتياجاتها الجنسية معناها بالنسبة للمرأة الكبر ما هو شيء مهم بقدر ما هو مهم الحنان والعطف والحميمة معناها والطريقة التعامل مع الرجل معها ذلك هو أهم الحاجات يأتي الحجم ربما في الآخر لأنه عملية العلاج هي ستكون كما قلنا احنا السوريس والجاتو معناها باش تشعر المرأة بك النشوة والأرغازم معناها وتتفرد وتشيخ كما قلت وي اكزاكتومون نمشيو تليفون اخر سي منصور معنا مازال في التليفون خاطر السؤال هذا يهمه هو برشا يقعد معنا سي منصور خاطر باش ناخذ تليفون من عند مراد مراد عسلامة الو عسلامة مرحبا بك مراد لاباس الحمد لله عايش كي مراد باه مراد شو الرجوع معنا الرجوله نتاعو ولا كيف يقولوها دونك وقتها يولي الراجل يتقلق يولي يسب ومش عاجبه ودرا شو نو با دو تو بالعكس معناتها هاك عليك حبيت نتدخل انا في الحكايه هذه انا حبيت نتدخل خاطر الموضوع عجبني ومواضيعك باهي برشا ويعطيه الصحة دكتور هشام إذا كان هو معناتها شد صحيح باش يقترح موضوع كيف هناك راهو هو هشام شد صحيح وأنا قعدت متردة شوية ومن بعد قلنا بون فازي وأنت حاسمة ياسر وريزو طايح والدنيا ماكلة بعضها واللي هز عليا تليفون يكلم فيا بالسرقة بشوية لا يكلم فيك خاطر لونتين محلولة على ذاك خاطر الميكروويت محلولة باهي موضوع أنا عجبني وكهو فهمتني ويعطيكم الصحة برشا كيما قلت لك فهمتني أنا ننصح برشا وخيان بحق يتولعوا برواح شويه يعملوا حاجات من هكا بقدره ربي مورا الماء يحس بروحه تحسن ويحس بروحه مريق يخس نص ساعه كل يوم بحكايه كيف هكا شويه اونترينمون شويه كذا سبح بكري قدره ربي لا باس ومش مشكل حتى شويه حتى شويه ريشيرش يعملها يعني حتى اللي هو تفيده في حياته هو مش مشكل معناتها مش عيب ولا حرام علاش العيب ما نقولوش عليه عيب في الشارع وقت نسمعوا الفاظ سوقيه وقت نسمعوا السبان وقت نسمعوا كلام خايب برشا برشا والكلام على الاعضاء وعلى برشا حاجات ما نفهمش فاهم يفهم فوالا نسمعوه ونتلذوه ونبدو عادي نبدو نسمعوا فيه لكن وقت نسمعوه كثقافه جنسيه نتقلقوا علاش فوالا عليه عظيم والمبران هذيك معموله ونعمل المبران هذه معمولة بتشوي كولاجين كما اللي نلقاوها هكا الابيض يتلقاوها فوق لي مسكل اما اقوى بياسر وكما لي طوندون الاصاب ايوا من نوع هذاك سي دو تشوي كولاجين و تشوي الاستيك مي اسونسيلمون كولاجين وقت يجي الدم في القريب وتقوى البريسيون يعوض يزيدك من الكبار منها هي على ان فوليوم بيان ديتيرميني يولي لو فلو سانغان il participe dans la rigidité c'est comme mesure par un appareil اسمه rigidimétrie le انه فما parfois des maladies il faut que
أنه الممبران هذه تضر وتولي ريجيد. إن فات ولي ريجيد دان كوتي ولا دان أوف البنيس يدور من جنب لا ريجيدتي ولي أعوجاج. فما أعوجاج طفيف وينجم يتعدى، وفما بارفا أعوجاج حتى 90 دوغري معناتها يولي داير كومبليتمون على جنب. وهذه فما ديورولوج ماهيش خدمه نتاع السكسولوج با دي تو، هذه ديورولوج يعملوا عمليه وينحيوا البارتي هذاك ويرجع الانتصاب نورمال اون جينيرال. ما هيش دونك ويشريوه في الحكايات فايغه، يشريوه في حبوب هو يشرب الحربوشة منه وقلنا سي بون يبدا يستنى باش يطلع للقضيب باش يزيد يتوال. تلقاه مسكين ياخذ باكو ب 200 دينار 250 دينار ويستنى بعد الشهر كيوفا ماشي بالباكو والمسطره في يده ويبدا يستنى القيس فما ماشي يزيد سنتي ولا مليليتر هو يمكن يمكن يشرب ما شيك يعني الحكايه في المغرب. فما الناس تستغل في السذاجه نتاع العرب ومتاع الشرقيين بصفة عامة وهلوستهم بطول القضيب في أنهم يبيعوا له منتوجات معناها نتاع كذب، منتوج ما عنده حتى معنى، عبارة واحد يشرب في الهواء. فهذه معناها باش تفهم مش معناها الناس كيفاش لقات معناها شركات كبيرة كيفاش لقات معناها طريق لكسب الأموال من خلال سذاجة الرجل الشرقي وهلوسته ب مادام راهو الرجل الشرقي الحاجة الوحيدة الأكثر مقوفة مع الناس لا با دي تو، لكن النسبة كبيرة أنه يتباهى بالقضيب نتاعو وقت تلقاو عدا هما. فما حاجة أخرى مهمة نحب نقولها، قلت في الأول التدخل قبيليكا، قلت أنه عند برشا رجال فما حاجة اسمها الشعور بالنقص. هذية الشعور بالنقص ينجم يخلق لك الشخص ذاك ويضره، ينجم يضره من ناحية نفسية ويخلق له عقد يشعر بالقلق أو الخوف تجاه الأسر القريبة متاعهم ويسبب لهم بعض المشاكل في عدم ثقة بالنفس. فنجم نقول لهم أنه بيبان متاع المختصين في علم الجنس وفي علم النفس مفتوحة في أنكم تتصلوا بهم وهم ينجموا يساعدوكم في العلاج وباش تخرجوا من القلق اللي انتم فيه والخوف والعدم الثقة اللي انتم فيها وتتغلبوا عليها وتتجاوزوها. الشيء اللي نجم يصلح نظرتكم للحياة، نظرتكم للعلاقة الجنسية ونظرتكم للعلاقة الزوجية، بما أنه غالبية الناس هذوما أو الكثير منهم يتفاداو حتى إقامة علاقات جنسية عابرة أو يتفاداو حتى الزواج هروبا من أو خوفا من أن يقال عليهم أن قضيبهم ليس في المستوى. اكزاكتومون هشام كان سي منصور مازال معنا في الخط يحب يزيد يضيف حاجه. موجود سي منصور معنا؟ سي منصور معنا، تفضل سي منصور. تفضل. بربي انا من الذي جو في دو غمارك. لا بروميير انو كونسيرنون الممبران اللي حكينا عليها بكري سي هشام اللي انتخودوي لو سوجي فما لا مالادي دو بيروني تذكروا؟ وي اون مام تون فما نقول لكم سوفون عباد ما نبداو حتى كلمه سوجي ماهوش نتاع نحكوا نعم فهمت ما حلاش في قهوه مالغري الاخ هشام والاخت ليلى يحاولوا باش يبسطوا الامور باش يرجعوا الموضوع بلو ليجي. مي نعرفوا انه فما عباد تعيش في ماساه كبرى في مأساة. أنا الشيء اللي خلاني نخرج من علم النفس من السيكاتري باش نمشي للسكسولوجي أنه أون سيكاتري لقيت أن العباد المرضى بالمشاكل الجنسية هذه يبدا في وحدة وفي سوليتيود ما صارتش. معناتها سي لو بلو دوغري دو سوليتيود أن العباد ما تنجمش تتكلم بالمواضيع هذه. وهذاك علاش أنا الشيء اللي خلاني نمشي لأمريكا باش نعمل اختصاص في العلوم الجنسية. ولهذا فما العباد يضحكوا ويلعبوا ويسبوا فينا وكل شيء عندهم هما مشاكل وربي يفرج عليها واحنا مستعدين باش نعينوها مارغريتو. هذا ايش حبيبي فما ديجا فما شكون كما قال البروفيسور منصور نادر محسني ايميل ولا يحل بيتو كومونتير تما نقول ايميل جو سي با بوركوا نادر يقول بربي سي هشام الجهال ماذا بيك ما تجاوبهمش انت دكتور ماكش ماخذ دكتوراه من الحيط وهذا هذه مهنه علميه وبحث
وربي يجازيك ان شاء الله. فما ناس تحب تعرف وكما قالت مدام ليلى كلام العيب في الشارع يسمعوه وعادي، وجاء موضوع ولا عيب. خويا هشام واصل وانت تعرف ايش قاعد تقول.